السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 3 من مقرر الديجيتال سيستمز نقدر نتكلم على موضوع البوليان ألجبرا طبعا الموضوع دوت مكون من مجموعة من العناصر هنبدأ الأول بمراجعة سريعة على الباينري لوجيك أند جيتس اللي احنا اتكلمنا عليها في آخر المحاضرة السابقة لأنها تعتبر بالنسبة لنا هي البداية اللي هتقودنا ان احنا نشرح يعني ايه بولين الجبرا وبعد كده نتكلم على البولين الجبرا وايه هو عباره عن ايه وكيف بيستخدم وايه علاقته بالديجيتال سيستمز بقى ننتقل على مجموعه من البيزك ايدنتيز اللي لها علاقه بالبولين الجبرا وفي الاخر موضوع اسمه الكانونيكال اند ستاندرد فورم ولكن هذا الموضوع سيترك الى ان شاء الله المحاضره القادمه نبدا الاول بالباينري لوجيك اند لوجيك جيتس وزي ما قلنا قبل كده في المحاضرات السابقه ان اور اوبجكتيف is to learn how to design digital circuits احنا عايزين نعرف ازاي نقدر نصمم دوائر منطقية أو رقمية أو أنظمة رقمية. These circuits أو هذه الدوائر use binary systems يعني بتعتمد في عملها على الأنظام الثنائي. And deals with binary variables and with operations that assume logical meaning. يعني هذه الباينري سيستمز uh, systems او السيركتس بتستخدم مجموعه من variables هذه الـ variables بتكون برضو ثنائية يعني بيسند إليها فقط قيمتين الواحد أو الصفر ويمكن تطبيق عليها مجموعة من العمليات المنطقية وليس الحسابية يعني لما جينا اتكلمنا زمان على النظام العشري أو نظام اللي هو بيتكون من عشر أرقام فقلنا ساعتها إن إحنا بنطبق عليه عمليات حسابية زي الجمع الطرح إلى آخره دلوقتي إحنا بنتكلم على الباينري سيستمز او باينري فاريبلز اللي احنا بنقول ان احنا يمكن تطبيق عليها مجموعه من الاوبريشنز لكن هذه الاوبريشنز يطلق عليها لوجيكال اوبريشنز او معنى اخر ليها لوجيكال مينينج ليها معنى منطقي زي ما نشوف مع بعض دلوقتي طبعا الفاريبلز او الباينري فاريبلز ديت ممكن برضو نطلق عليها انها باينري انفورميشن يعني اسمها متغيرات ثنائيه او معلومات ثنائيه يعني معلومه ما بس معبر عنها في شكل ثنائي فهذه البيانات انفورميشن يتم معالجتها عن طريق مجموعه من السيركتس هذه السيركت يطلق عليها لوجيك جيتس يبقى اللوجيك جيتس عباره عن ايه اللوجيك جيت هي عباره عن هاردوير يا لوجيك جيت اي لوجيك جيت هي هاردوير او قطعه من الهاردوير قطعه ماديه من الهاردوير ذات بروديوس سيجنلز يعني ايه بروديوس سيجنلز يعني بيبقى لها اوتبوت هذا الاوتبوت يعتبر سيجنال او اشاره ما وهذه الاشاره قيمتها باينري باينري يعني اما 0 يا 1 طب هذه الاشاره بتنتج نتيجه ايه نتيجه ان وجود انبوت او مدخلات لهذا الايه لهذه الدائره يبقى اذا اللوجيك جيت از هاردوير ذات بروديوس سيجنلز اوف باينري When input logic requirements are satisfied مجموعه من الانبوتس بيحصل لها satisfaction او بتدخل بشكل معين لل للهاردوير بيز على هذه الانفورميشن اللي داخل كانبوت بيحصل ايه بينتج عنها اوتبوت هذا الاوتبوت طبقا لنوع اللوجيك جيتس يعني اذا بمعنى كده في عندنا انواع مختلفه من اللوجيك جيتس زي ما شرحنا المره اللي فاتت اه بالتاكيد وقلنا ساعتها في عندنا ثلاثه او ثري بيزك لوجيكال او لوجيك جيتس هنا برضو هنطلق آه على كل جيت من هذه الجيتس لان كل جيت من هذه الجيتس بتقوم بتنفيذ عمليه ما فنطلق عليها برضو احنا هنا دلوقتي حاجه اسمها لوجيكال اوبريتور لان كل جويت جيت من دول بتنفذ اوبريشن معينه وهذا الاوبريشن بيكون مرتبط بيها حاجه اسمها اوبريتور هذا الاوبريتور بيبقى اسمه زي اسم الجيت بالظبط تبقى طيب عندنا اوبريتور اسمه اند واوبريتور اسمه اور واوبريتور تاني اسمه آه نوت او انفرتر طبعا الرمز الاند زي ما قلنا المره اللي فاتت بهذا الشكل هو الشكل الاولاني وطبعا الاور الشكل بتاعه ده شكل الايه الانفرتر طبعا دايما الدائره البابل اللي في الاخيره دي او السيركل الصغيره اللي في الاخر ديت بتدل على النفي يعني اول ما تجد دائره صغيره في الرسمه او في السيركت نفسها اللي احنا اي سيركت بنتعامل معاها بيكون دايما معنى البابل دي او السيركل الصغيره دي معناها ان في نفي عشان كده هنا هذا هذا السيمبل يدل على حاجه اسمها نوت او انفرتر لما يدخل له انبوت فاريبل اكس قيمته اكس لو دخل على هذا الانفرتر او هذا النوت انتج الناحيه التانيه في الاوتبوت او في المخرجات اكس بار دي معناها ايه هنا؟ الشرطه اللي فوق دي اللي فوق الاكس دي معناها نفي الاكس يبقى اذا برضه حاجه ثانيه اتعلمناها دلوقتي ان رمز او نرمز للنفي بالشرطه بالبار اللي هي موجوده فوق الفاريبل نفسه يعني فاريبل كده نحطه في بار او داش معناها ان هذا الفاريبل تم نفيه عن طريق انفرتر جيت ذلك الاور لوجيك جيتس الرمز بتاعها سيمبل زي ما قلنا برضو ان الاور بيدخل لها اثنين انبوت على الاقل يخرج طبعا واحد اوتبوت الاوتبوت اللي بيخرج لو سميناه على سبيل المثال زد وكان الانبوت اكس وواي فالاوتبوت كان زد هذا الزد بيساوي الاكس اور واي ونرمز لرمز الاور عن طريق العلامه بلس يبقى هنا بلس هنا دلوقتي مش معناها جمع معناها هنا ايه ده بنتكلم على لوجيك جيتس يبقى البلس هنا معناها معناها اور اوبريشن او الاور اوبريتور وليس ايه ليس الايه الايه ليس الجامعة. كذلك الرمز الاند يدخل له اثنين انبوتس اكس وواي تدخلوا على الاند جيت ويحصل لهم حاجه اسمها الاند اوبريشن هذه الاند بنرمز لها بالرمز دوت نقطة كده بين الإكس والواي معنى كده الإنبوت إكس أند الإنبوت واي وبالتالي الدوت هنا معناه مش ضرب مش عملية ضرب هي عملية منطقية يطلق عليها الأند أوبريشن والأند جيت نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو موضوع المحاضرة اللي إحنا فيها النهاردة اللي هي بتكلم على اللي هو البوليان ألجبرا واضح من اسمه إن هو نوع من أنواع الجبر يعني هو موضوع رياضي شويه في رياضيات. هذا هذه الالجبرا او نوع الالجبرا بنطلق عليه كلمه بوليان او بوليني يسموه ساعات باللغه العربيه الجبر البوليني او في بعض هيسموه يسموه الجبر البولياني. أطلق لاسم شخص اللي هو اللي اخترعه نفسه البوليان ده كان اسم الايه الشخص او العالم اللي هو اخترعه ولكن وبعد كده كلمه بوليان دي ربطت او تم ربطها بالنظام الثنائي يعني اول ما اشوف كلمه بوليان معناها على طول باينري على طول وكانك بتقول باينري الجبر او الجبر اللي هي الثنائي اللي بيعتمد في عمله على النظام الثنائي اذا البولي الجبر هو نظام رياضي سيستم اوف ماثيماتكس بيعتمد بيزد اون لوجيك هات هاز اتس اون سيت اوف رولز اور لوز ويتش ار يوز وات يعني بيستخدم مجموعه من القواعد المنطقيه علشان ينفذ ايه حاجه من الثلاثه دول كل حاجه to define بوليان اكسبريشن عشان استطيع خلاله او عن طريقه تعريف اكسبريشنز او معادلات بوليانيه او بولينيه يعني في النظام الثنائي يبقى اقدر اعبر عن طريقه او استخدمه للتعبير عن المعادلات الرياضيه في النظام الثنائي. نمره اثنين ممكن بعد ما اعمل تمثيل هذه وتعريف هذه المعادلات اقدر اعملها حاجه اسمها ريدكشن او سمبليفيكيشن اعمل ريديوس للبولين اكسبريشن او سمبليفاي سمبليفاي لل للاكسبريشن يعني انا اعمل ان انا اقلل حجمها يعني ايه زي ما نشوف بعد شويه في بعض القواعد بنستخدمها عشان نقدر نحول الاكسبريشن من شكل معقد الى شكل ايه الى شكل مبسط او يستخدم لعمليه اناليسز اعمل تحليل برضه سمبليفاي الديجيتال لوجيك سيركت يعني هو وسيله تساعدني ان اعمل اناليسز تحليل وتبسيط للدوائر المنطقيه لان احنا نشوف بعد شويه ان اي دائره منطقيه يمكن التعبير عنها في صوره معادله هذه المعادله تنتمي للبولين الجبرائي اذا اي معادله منطقيه او اي معادله او اي اي دائره منطقيه او اي دائره رقميه يمكن التعبير عنها في صوره معادله هذه المعادله او صوره اكسبريشن تعبير معين او معادله هذه المعادله تنتمي للبولين الجبرا الفكره نفسها لكي تتعامل مع اي مشكله بشكل منظم ويعني تبع يتبع رولز معينه او قواعد معينه لابد من تحويل هذا الشيء اللي احنا عاوزين ندرسه في صوره معادله رياضيه وبعد كده هذه المعادله الرياضيه يتم تطبيق عليها بعض القواعد المعروفه عشان نقدر ننفذ المطلوب منا عشان كده اي دلوقتي اي دائره رقميه ومنطقيه نشوف ازاي نقدر نعبر عنها في صوره البولين الجبرة مجموعه من الاكسبريشنز اللي بتنتمي للبولين الجبرا وبالتالي اقدر بعد كده استطيع ان انا استخدم قواعد رياضيه معينه لتبسيط هذه الايه؟ الاكسبريشنز. لان انا ممكن ما تبسيط لهذه الاكسبريشنز او الفانكشنز فده معناه ان انا ببسط في تكوين السيركت نفسها او الدائره نفسها. وطبعا كل ما بسط تكوين السيركت احنا بنتكلم على تصميم دلوقتي بنصمم دايره او دائره. كل ما نعمل تبسيط للمعادله فكاننا بنعمل تبسيط لتركيب السيستم نفسه او الديجيتال سيستم اللي عندي وطبعا ده بيكون افضل كل ما كان كانت السيركت او السيستم ابسط في المكونات كل ما كان افضل يعني معنى ايه؟ بمعنى ان هو ينفذ نفس الوظيفه ولكن بمكونات ابسط وده طبعا يعتبر افضل ولذلك بيستخدم الايه؟ البوليان الجبرا. البوليان الجبرا زي اي نظام رياضي بيعتمد على وجود فاريبلز هذه الفاريبلز تكون لها فقط two values او قيمتين اتنين بس two possible values زي ما عرفنا اللي هو الزيرو والايه وال آه طبعا البول الجبرة مكونه من قلنا variables بيرو 0 1 مكونه من اوبريتورز مجموعه من العمليات بالنسبه لنا العمليات الاساسيه اللي هو الاند والاور والنوت او الانفرتر مجموعه من الاكسيومز او الثيرمز مجموعه من القواعد والنظريات هذه النظريات مثبته ويمكن استخدامها لتبسيط بعد كده زي ما نشوف المعادلات الرياضية اللي هي مرتبطة بالدوائر الرقمية طبعا أي بولين إكسبريشن وأي بولين فانكشن يعني نفس المعنى كلمة إكسبريشن وفانكشن الاثنين بيدلوا على نفس المعنى فانكشن يعني دالة وإكسبريشن يعني أنا آخر ممكن أقول معادلة والاثنين ينتموا إلى الجبر البولين أو البوليني ف لكي نقوم او نستطيع احنا تعبير عن البوليان اكسبريشن والبوليان فانكشن عندنا في ثلاث طرق اما عن طريق الطريقه الجبريه بسموها الجبريك ايكويشن الطريقه الثانيه اللي هي اسمها توث تيبل حاجه اسمها جدول الحقائق او الحقيقه والطريقه الثالثه اللي هي اسمها السيركت ديجرام عن طريق حاجه اسمها السيركت ديجرام دول الثلاث طرق اللي انا استطيع منهم ان انا اعبر عن اي بوليان فانكشن او بوليان اكسبريشن دول الثلاث طرق طيب لو جينا تعال... تعالى نطبق الثلاث طرق دول آ... لتمثيل قلنا البولين اكسبريشن على البيزي جيتس اللي هم الان دول اور والانفرتر فلو جينا بصينا تاني بسرعه كده على الاند فاول طريقه قلنا اللي هي اللي هي الايه الالجبريك ايكويشن بالتالي الجيت اهي اند فيها كام انبوت و بي ايه ده الانبوت الاول والبي ده الانبوت التاني العمليه اللي بينهم هي النقطه دي الضبط اللي هي الاند ولما الاثنين دول يتنفذ عليه والاند ينتج منهم المخرجات اللي اسمها هنا في الحاله دي سي يبقى دي شكل المعادله الجبريه اللي هي في البول الجبره اللي هي بتمثل الاند جيت فانا اول ما ابص كده على المعادله دي كده اوتوماتيك على طول افهم ان انا عندي اند جيت فيها اثنين انبوتس اللي هو الاول الانبوت الاول أو اللي هو اي الفاريبل اي الانبوت الثاني الفاريبل بي الاوتبوت هو الفاريبل سي وطبعا هذه الفاريبلز هي فاريبلز ال تنتمي للنظام الثنائي يعني قيمتها يا 0 يا 1 الطريقه الاولى هي الالجبريك ايكويشن نفس الـ الاند ممكن التعبير عنها في صوره تاني طريقه افتكر معايا اللي هي تروث تيبل التروث تيبل ده عباره عن جدول مقسم الى جزئين الجزء الاول يحتوي على الانبوتس الجزء الثاني يحتوي على الاوتبوت عندي كام انبوت انبوت عندي A و عندي ال A و كانبوت كام اوتبوت عندي اوتبوت واحد اللي هو هنا سماه ايه اللي هي A أند B و A ضد B ممكن نسميه السي نفسه يعني هذا الكولوم ممكن نسميه اللي هو C اللي هو عبارة عن إيه؟ A اند B بعدين آه طبقا لتعريف الأند الأند آه تعريفها بيقول إيه؟ تعريفها بيقول إن ما دام في الإنبوتس إنهم صفر يبقى الأوتبوت صفر الحالة الوحيدة الأوتبوت هيصبح واحد لما يكونوا التو إنبوتس آه بواحد طبعا عندي هذا الجدول يحتوي على أربع آه صفوف إيه؟ لان دايما عدد الصفوف بيساوي 2 اس عدد الفاريبلز او الانبوت فاريبلز هذه عندي 2 فاريبلز او 2 انبوت فاريبل ف2 اس 2 بتساوي 4 يبقى عندي 4 صفوف طب هذه الصفوف قيمتها كام قيمتها تتراوح في الارقام من اول 0 لغايه 3 ادهم 4 تبدا من رقم 0 لغايه 3 فعلا اول واحد 0 0 0 1 اللي هو 1 يعني 1 0 اللي هو 2 واحد واحد اللي هو ثلاثة، بالتالي إذا دول إيه؟ الأربعة إنبوتس آه أو الأربع احتمالات اللي ممكنة لو كان عندي اتنين إنبوتس. وطبعاً آه الـ الـ هنا دوت الأوتبوت يشرح لي وظيفة الإيه؟ الجيت. فالأول ما أبص كده وألاقي إن كلهم إصفار ما عدا آخر واحد اللي هو في حالة لما يكون الـ والبي والـ B واحد، يبقى أنا أقدر أقول إن هذا الجدول أو هذا التروث تيبل هو يمثل الاند جيت الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه هي التروث تيبل الطريقه الثالثه اللي هي السيركت دايجرام اللي هو شكل الدائره نفسها اللي هو الرسمه نفسها يعني اديت إيه لو بصينا على الرسمه دي عباره عن ايه هتلاقي فيها السيمبل ده فالسيمبل ده معناه ان هو الاند إيه؟ جيت تستقبل اثنين انبوتس وتطلع لي 1 اوتبوت وهذا الاوبوت بيساوي الاي اند بي فدول الثلاث طرق اللي, اللي احنا قلنا عليهم من شويه اللي هو اما كويشن او السيركت دايجرام السيمبول ده والسيركت دايجرام نفس الكلام بالنسبه للاور الطريقه الاولى اللي هي الالجبريك ايكويشن هنقول ان سي ايكوال A بلس بي معناها ايه ان السي ديت هي الاوبوت على يمين اللي يساوي اللي هي الانبوتس اللي هو الاي والبي والعمليه ايه عمليه اور لانها بلس قلنا معناها اور ادي الايكويشن مقابل ليها في التروث تيبل عندي اتنين انبوت يبقى عندي اربع احتمالات او اربع صفوف الصف الاول 0 0 اللي هو قيمته قيمه الثنائيه 0 يعني و0 1 اللي هو قيمته ثنائيا ب1 وبعدين 1 0 اللي هو قيمته الثنائيه 2 و1 1 اللي هي قيمتها الثنائيه 3 ايه اللي بيحصل الاور بتقول او عارفها انا الحاله الوحيده للاوتبوت ب0 لما يكونوا التو انبوتس ب0 غير كده دام في 1 في الانبوت سواء ال A او ال B يبقى الاوتبوت بيساوي كام؟ بيساوي واحد وبالتالي اذا اول ما بص على هذا الجدول اعرف على طول اقول ان هذا التروث تيبل هو بيعكس او يعرف عمليه الايه؟ الاور. والطريقه الثالثه اللي هي استخدام السيركت دياجرام او السيركت سيمبولز اللي عندنا الشكل الرمز بتاع الاند الاور اللي هو الرمز دوت طبعا وداخل له اثنين انبوت الاي والبي وان اوتبوت سي اللي هو عباره عن الايه؟ والبي. نفس الكلام ينطبق على النوت جيت او الانفرتر سي ايكوال اي بار قلنا البار دي شرطه كده او شرطه مايله كده يعني المهم شرطه دي معناها ان في نفي للايه؟ لقيمه الانبوت اللي هو الايه؟ الايه يدخل من الناحيه دي مثبت يخرج الناحيه الثانيه منفي ده الرمز بتاع الايه؟ الايه؟ فده السيركت دايجرام شكل المعادله اللي هي الالجبريك ايكويشن او المعادله الجبريه شكل التروث تيبل الخاص بالور جيت بالنوت جيت او بالانفرتر طبعا الانفرتر هنا بيدخل له فقط 1 انبوت واحد وبالتالي يبقى عدد الصفوف كام؟ يبقى 2 اس 1 يعني 2 بس يبقى عندي 2 انبوتس او 2 صفين صفين 0 و1 لو دخل انبوت 0 يخرج الناحيه الثانيه في الاوتبوت 1 ولو دخل له كانبوت 1 يخرج الناحيه الثانيه كانه 0 وبالتالي زي ما انت شايف قدرنا لكل إيليمنت من الالمنتس الأساسية نعبر عنه في بثلاث طرق سواء كان عن طريق البوليان إيكويشن أو عن طريق التروث تيبل أو عن طريق الإيه السيركل دياجرام وده خلي بالك على على مستوى البيزك جيتس دلوقتي بقى هنركب الكلام ده مع بعض ونحاول نكبر شوية الدوائر ولكن الأول نشوف موضوع السيمبليفيكيشن فإذا دلوقتي البوليان الجبرة بيساعدني ان يبقى عندي معادله المعادله دي بتحتوي على مجموعه من الـ variables هذه الـ variables نوعها بوليان variables وهذه الـ variables كلها تنتمي للنظام الايه الثنائي كلمه بي هنا معناها اكس بيلونجز تو بي يعني الـ variable البوليان فاريبل ده وإكس وليكن اكس طبعا اكس ده رمز قد يكون اكس قد يكون واي قد يكون زد اهم حاجه ان هو بوليان فاريبل هذا البوليان فاريبل ينتمي الى علامه ينتمي الى البي، البي اللي هو الباينري سيستم أو النظام الثنائي، يعني يبقى قيمته يا إما تكون زيرو يا تكون إيه؟ يا تكون واحد. في بعض الأحيان المعادلة ليكن مثلاً قلتلك: إف إيكوال إكس زائد واي بار دوت زد. معادلة زي ديت. دي. لك هذه المعادلة تحتوي على كام فاريبل هتقول لي: في ثلاثة فاريبلز اللي هو إكس، واي، زد عدد الفاريبلز لكن في حاجه تانية او في مصطلح اخر اسمه لترال اسمه ايه؟ لترال ايه الليترال دوت؟ عارف الليترال هو عباره عن عباره عن فاريبل ذي الڤاريبل إن كومبلمنتد أور أن كومبلمنتد فورم يعني كلمه كومبلمنتد أو أن كلمه كومبلمنت زي ما خدناها في المحاضرات اللي السابقة معناها النفي خدنا حاجه اسمها الفيرست كومبلمنت والسكند كومبلمنت المكمل او او النفي بكلمه مكمل يعني ايه؟ مكمل الشيء يعني نفيه يعني مش موجود في الشيء نفسه بقول لك مكمل شيء معين مكمله يعني مش موجود فيه فكانك بتعمل ايه؟ يعني نفيه. كومبلمنت هنا معناها نفي كلمه كومبلمنت معناها بقول لك كلمه كوم الفاريبل آه كومبلمنتد يعني الفاريبل منفي. بقول لك يعني زي واي بار كده واي بار دي معناها الواي منفيه او كومبلمنتد كلمة uncomplemented يعني غير منفية زي الزد زي الاكس. وبالتالي كلمة literal معناها اللي هو الفاريبل سواء كان منفي او غير منفي، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا هنا لو في المعادلة دي سألتك الأول فيها كام فاريبل؟ هتقولي فيها ثلاثة فاريبلز، اكس، واي، زد. لو فيها كام هتقول هتقولي فيها برضو ثلاثة لترال اللي هو مين؟ اللي هو اكس، واي بار، زد بار. لو كانت فيها كده بص، واي، اند اكس. or y bar and z لو سالتك دلوقتي فيها كام فاريبل هتقول لي فيها ثلاثة فاريبلز اللي هو الاكس والواي زد مفيش غيرهم اللي هم دول ظاهرين عندي فيها كام لترال هنا دلوقتي بقى ايه الليترال معناه ايه بحسب وبعمل بعد المتغير سواء كان كومبلمنت كومبلمنتد او نوت كومبلمنتد يعني سواء كان منفي او مثبت يعني اقول ايه الواي يحسب كانه لترال ادي واحد الاكس يعتبر اثنين الواي بار دي يعتبر يحسب واي بار واحد والزد يصبح يصبح ايه آه اتنين يبقى عندي اربعه لترالز هنا يبقى الليترال هنا بشوف كل الفاريبلز سواء كانت الفاريبل مثبته او منفيه واعدها اعد ان هي تعتبر 1 لترال وبالتالي يبقى كده اقدر ايه احصل على عدد الليترال في المعادله وهناخد امثله عليها اه بعد شويه لكن الفاريبلز الواي والواي بار الاثنين ينتموا لنفس الفاريبل اللي هو واي ان الواي ونفيه هو نفس المصدر ولكنه مره مثبت ومره ايه مرة يعني في ده الفرق بين الليترال والايه؟ الفاريبلز. وطبعا التروث تيبل اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية وعرفنا هي قائمة أو جدول بتبقى على كل احتمالات الانبوتس وعدد الصفوف تكون مرتبطة بعدد الايه؟ الفاريبلز. لو الفاريبلز كانوا ان يبقى عدد الصفوف 2 أس ايه؟ أس ان ويبدأوا من أول الصفر لغاية أس ان ماينص واحد. يعني لو كان مثلا ان 3 يبقى من أول صفر لغاية سبعة. لو ال n كانت 4 يبقى 2 أس 2 يعني 4 يعني من صفر إلى 3 وهكذا. دلوقتي بقى نبدأ بعد ما شفنا يعني إيه البولين ألجبرا وشفنا إزاي نقدر نعبر عن الإكسبريشن مرة كمعادلة مرة كتروث تيبل مرة كإيه آه ك سيركت ديجرام والتلاتة مكافئين لبعض يعني أي واحدة من دول مكافئة للتانية يعني المعادلة الأولانية دي مكافئة للسيمبل ده أو للسيركت ديجرام هي نفسها مكافاه للايه للجدول وبالتالي اي فورم او اي شكل من الثلاث اشكال دول يعتبروا مكافئين لبعض دلوقتي هنتكلم على ايه بقى هنتكلم طيب دلوقتي ازاي نستخدم البوليان الجبرا عشان نعمل حاجه اسمها سمبليفيكيشن او تبسيط للبوليان اكسبريشن عندي معادله معينه المعادله اللي تنتمي او تحتوي على مجموعه من الباينري فاريبلز بشكل معين ومجموعه من الاوبريشنز اند اور ونوت عاوز اشوف ازاي اقدر اطبق قواعد خاصه بالبولين الجبرة عشان اقدر اعمل لها تبسيط دي اول حاجه قلنا التبسيط مهم ليه لانه بيخلي حجم السيركت اقل يبقى طبعا هنوفر طبعا كومبوننتس وبالتالي بقى مكونات اقل في الدائره عندي وده افضل طبعا هنشوف ازاي نعمل سمبليفيكيشن وكمان ازاي هنشوف ان احنا ننفذ عمليه الكومبلمنت للفانكشنز لو عندي فانكشن تحتوي على اكتر من اوبريشن ازاي اعمل لها نفي ازاي كيف انفيها عن طريق قاعده هنسميها قاعده دي مورجان الجزء اللي هو الرمادي هنأجله قلنا للمحاضره القادمه طبعا بالنسبه لاستخدام المعادله دلوقتي قلنا بتحتوي على مجموعه من الاوبريشن يعني مثلا على سبيل المثال زي كده قلنا اكس اند واي أور زد مثلا اند اكس في الحاله دي انا عندي في المعادله اند واور واما اجي انفذ او احسب قيمة هذه المعادلة لما أعملها ايفالويشن يعني أحسب قيمتها كام؟ يعني عاوز في الآخر أقول اف دي بتساوي كام؟ بعد قيمة الاف اللي هي المخرج أو المخرجات تعتمد على قيمة الإكس والواي والزد. قيمة الإكس صفر والواي واحد والزد واحد مثلاً والإكس بصفر. تعتمد على قيمهم يعني في هذه الحالة إكس أند واي اللي هي زيرو أند واحد أدام فيها زيرو يبقى بصفر. والزد اللي هي بواحد والإكس بصفر اللي يعملهم أند مع بعض بصفر برضه. وبعدين الاور بينهم هتساوي كام في الاخر صفر يبقى الاف بصفر لما جيت حسبت المعادله ديت عملت لها ايفالويشن يعني حسبت قيمه الاف عملت ايه في الاول نفذت الاول عمليه الاند ديت وبعدين الاند ديت وبعدين عملت نفذت عمليه الاور بالتالي اذا لما اجي اعمل ايفالويشن او حساب لقيمة قيمه او المخرجات بتاعت معادله معينه بد أخذ في حسابي هذا الترتيب الأول أبدأ بالأقواس يعني ما بداخل الأقواس يتم تنفيذه أولا ننتقل بعد كده للنفي نفذ النوت هذه خطوة أو الكومبلمنت احنا قلنا خلاص النوت والكومبلمنت هما نفس المعنى نوت أو النفي والكومبلمنت هما نفس المعنى بعد كده انتقل إلى الأند بعد كده انتقل إلى الأور يعني مثلا لو عندي اف تساوي اكس بار دوت واي زد اند اكس اول حاجه اعملها ابص هل في اقواس مفيش حاجه هل في إيه إنفيرت او نوت اه في او بحسب الاول اكس بار احسب قيمتها لو الاكس مثلا بالصفر يبقى الاكس بار بواحد لو الاكس بواحد يبقى الاكس بار بصفر. تاني حاجه كده انفذ الاند سواء هنا او هنا وفي الاخر انفذ مين انفذ الاور ده الترتيب اللي ساموال الاوبريتور يعني اسبقيه تنفيذ الاوبريتورز او الاوبريشنز الايه المختلفه عشان احسب او اعمل ايفالويشن لايه لعملية معينة. طيب دلوقتي إذا عندنا إذا دلوقتي في معادلة هذه المعادلة تمثل ديجيتال سيركت. طب ايه المطلوب؟ المطلوب إن احنا نشوف إزاي نعمل لها تبسيط باستخدام البولين الجبرا How to simplify boolean طبعا boolean expression according to boolean algebraic rules it is often possible to obtain simpler expression for the same function يعني ممكن نستخدم دلوقتي القواعد الخاصه بالبولين الجبره اللي هنتكلم عليهم بعد شويه لتبسيط الايه او الحصول على uh, simpler expression for the same function نفس الفانكشن اقدر اعملها تبسيط وطبعا بسبب قواعد مثبته قواعد حقيقيه او صحيحه هذه القواعد تؤدي الى uh, الحصول على فانكشن ابسط من الفانكشن الاصليه وبالتالي هذا يؤدي الى ايه؟ ذا سمبلر اكسبريشن بيعمل ايه؟ Reduce بوث ذا نمبر اوف جيتس بيقلل عدد الجيتس في السيركت اند ذا نمبر اوف انبوتس تو ذا جيتس وممكن يقلل عدد النمبر اوف انبوتس للجيتس يعني الجيت ممكن تبقى في الاول قبل تبسيط تستقبل ثلاثه inputs ممكن بعد التبسيط تصبح تستقبل تقبل فقط اثنين inputs يبقى حصل تبسيط افضل ولا مش افضل؟ افضل طبعا بالتاكيد لو نفس الايه؟ نفس الوظيفه بدون الاخلال بالوظيفه الاصليه او الرئيسيه الخاصه بالدائره يبقى العمليه كده ايه؟ مفيش فيها اي مشكله. تعال بص الكلام ده عشان نبص عليه او نفهمه بالتفصيل لازم الاول ندرس الرولز او البيزك رولز اوف بولين الجبرا اللي ممكن استخدامهم للتبسيط نبدا باول رولز عندنا t 1 الرول الاولية بتقول الرول الاولية آه, اللي هي علاقه بالزيرو في بعض الخصائص خاصه بالزيرو اللي هي ايه اي متغير او اي variable طبعا هنا خلي بالكم نرمز للفاريبل بالاكس ولكن هو قد يكون اي متغير يعني اكس ده احدى الرموز لكن ممكن نسميه واي نسميه زد نسميه دبليو ايا كان الاسم بتاعه ولكن القاعده تطبق على اي فاريبل. اول خاصيه او اول قاعده خاصه بالزيرو بتقول ايه؟ بتقول ان لما يكون عندي متغير اكس هذا الاكس لو نفذنا عمليه بلس يعني اور مع الزيرو فالنتيجه بتكون نفس الاكس ولو الاكس نفذنا اند مع الزيرو كل النتيجه برضو ايه زيرو فكده يبقى الزيرو ده عامل زي ايه بالظبط لو عملنا اكس او زيرو هتساوي ايه هتساوي اكس لو الاكس اند زيرو تديني ايه زيرو تعال نثبتها نثبتها ازاي ممكن نستخدم التروس تيبل هنا فادي التروس تيبل هنا التروس تيبل الطرف الاول اللي هو على اليسار اللي يساوي هنا اللي هو زيرو او اكس عندي زيرو اكس زيرو مره الاكس بزيرو المتغير يعني مره الاكس بكام؟ واحد مره زيرو زيرو مرة 0 1 يعني مرة أعمل أور ما بين الزيرو وزيرو ومرة أعمل أور ما بين الزيرو والواحد دول الاحتمالين اللي, اللي عندي طبعا لو زيرو أور زيرو يديني كام؟ الأر دي ترمز للأوتبوت عشان أشوف يعني النتيجة عبارة عن إيه لو زيرو أور زيرو هيديني زيرو وزيرو أور 1 هيديني 1 وبالتالي يبقى الأوتبوت إيه لو تلاحظ هو نفسه شبه مين؟ زي بالظبط الإيه؟ الإكس يعني لو الإكس بزيرو يبقى الاوتبوت 0 الاكس بواي الاكس بواحد يبقى الاوتبوت واحد. يبقى بالتالي إذا فعلاً لما أعمل 0 أو X يديني نفس الـ X لو عملنا 0 AND X الـ X 0 هي مرتين الـ X مرة بـ 0 مرة بـ 1 لما نعمل AND بين الـ 0 وال الـ 0 تديني طبعاً 0 الـ AND بيدي 0 طول أو فيها الـ 0 لو 0 AND 1 برضو بـ 0 يعني تلاحظ أن الأوبط بتاع نتيجة الـ ما بين الـ X و 0 بـ 0 دايماً بصرف النظر عن قسمة الـ X وفعلا اذا 0 اند اكس بتساوي مين؟ 0 ادي الايه القاعده الاولى الخاصه بعض الخصائص الخاصه بالزيرو القاعده الثانيه رول نمره 2 ليها علاقه بالواحد المتغير اكس برضو هو اي متغير اكس لو انا عملت له اور مع الواحد يديني واحد ولو الاكس عملت له اند مع الواحد يديني مين اكس كده يبقى اذا هنا ايه الاور ما بين الواحد ال تديني الواحد بصرف النظر عن قيمه الاكس ولو عندنا اند ما بين الواحد والاكس تديني مين نفس الاكس يعني حسب الاكس لو الاكس ب0 يبقى الاو بوت 0 لو الاكس ب1 يبقى الاو بوت 1 تعال نبص الجدول بتاع الاثنين نبدا الاولى عندي الطرف الاول في المعادله هنا 1 الطرف الثاني اكس ادي 1 اهو مره الاكس ب0 ومره الاكس ب1 دول التو كومباينيشنز او الاحتمالين اللي عندي ما واحد مع الزيرو يا واحد مع الايه واحد اللي فوق دول هو الاسماء بتاعت الانبوت يكون اكس هيكون واحد واحد يعني كونستانت ثابت ما لكن اكس هنا يعني متغير مره زيرو مره واحد عملنا اور ما بين الواحد والزيرو طبعا قاعدة او قاعده الاور او جي الاور جيت بتساوي واحد واحد اور واحد برضو واحد يبقى الاوتبوت ايه زي ما شايف الاوتبوت هنا بتساوي واحد بصرف النظر عن قيمه الايه؟ الاكس هي اول قاعده هنا. القاعده الثانيه عملنا برضو اند ما بين الاكس وما بين الواحد الإكس مرة تبقى 0, مره تبقى زيرو مره تبقى واحد مره تبقى واحد مره زيرو اسف مره تبقى زيرو ومره تبقى واحد والطرف الثاني واحد دايما 1 أند 0 0. 1 أند 1. واحد اند زيرو بزيرو واحد اند واحد 1 الاوتبوت عباره عن ايه هو نفسه شبه مين زي مين بالظبط زي الاكس وبالتالي الاوتبوت بيعتمد على الاكس اذا واحد اند اكس تديني ايه آه نفس قيمه الاكس دي القاعده الثانيه القاعده التالتة بتقول يسموها في لو او قانون التبادلي او التبادل يعني يعني لو عندي في المعادله تحتوي على اكس مثلا اور واي اقدر اعوض عنها واشيلها واحط مكانها واي اور اكس يعني تبديل المتغيرات او بينهم اور ما يفرقش في الايه في المعادله ذلك الاند بين اكس اند واي هو نفسه بيساوي دي زياده شيلها بيساوي واي اند اكس x and y بتساوي y and x دي اسمه قانون الكوميوتيتيف لو برضه اثباته بيكون سهل مش صعب ادي الاكس x وادي ال هنا عندنا اثنين انبوت بقى x و y في التروث تيبل لو عندي اثنين انبوت عندي كام احتمال ان اثنين اس عدد الانبوت اثنين يبقى عندي اربع احتمالات اللي هم مين؟ اما 0 0 0 1 1 0 1 يا اما احط الارقام زي ما قلنا من 0 ل 3 لو عايزهم اربعه وان انا اعمل ايه؟ اخذ العمود الاول احط فيه صفرين واحدين يعني نصهم صفار نصهم وحيد وبعد العمود اللي بعده بالتبادل بتا... صفر واحد صفر واحد اديني الاربع احتمالات طبعا هننفذ بقى ايه مره ننفذ اكس اور واي مره ننفذ واي اور اكس طب اكس اور واي الاول ننفذها 0 اور 0 كام ب 0 0 اور 1 1 1 اور 0 ب 1 ب 1 اور 1 ايه ب 1 تعال ننفذ الجزء الثاني اللي هو واي اور اكس واي اور اكس عباره عن ايه؟ برضه 0 اور 0 0 1 اور 0 1 0 اور 1 برضه 1 1 اور 1 1 هتلاحظ ايه؟ هتلاقي الاثنين بيساووا بعض بص نفسهم بالظبط اكزاكتلي exactly. وده معناه ان المعادله دي سليمه القاعده دي سليمه اللي هي الكومتيتيف لو نفس الكلام بالنسبه لاكس اند واي وواي اند اكس وعندي انبوت اكس وعندي واي اعمل الاند بين الاكس والواي شوف إن هي كام أعمل الأند بين الواي والإكس وأشوف هي كام قارن بين الاثنين أول إكس أند واي صفر أند صفر بصفر صفر أند واحد بصفر واحد أند صفر بصفر واحد أند واحد الواي أند إكس صفر أند صفر بصفر واحد أند صفر بصفر صفر أند واحد بصفر واحد أند واحد واحد وبالتالي برضه هتلاقي إن ده هو نفسه ده وبالتالي الإكس أند واي هي نفسها الواي أند إكس دي قاعدة الإيه؟ الكومتيتيف لو القاعده اللي بعد كده بيسموها الاسوشيتيف لو قانون التجميع وعندي ثلاث متغيرات مثلا A أو B أو هي نفسها بتساوي A أو B أو C ايه الفرق بين الاثنين؟ هنا جمعنا الاي A B مع بعض مش اسمه قانون التجميع فجمعنا الاي والبي مع بعض حسبنا الاور بتاعتهم وبعدين النتيجة خدناها عملناها اور مع مين؟ مع C هي نفسها او ان انا عملت ايه الاول خدت البي والسي عملت سويت لهم الاور في الاول وبعدين النتيجه عملت لها اور مع مين مع الايه شو قانون التجميع فاذا العمليه بتكون هي نفسها لذلك مع الاند احنا قلنا الاند ممكن تكون نقطه ممكن تبقى بدون النقطه يعني هنا لو عملنا ايه وبي جنب بعض كده معناها ايه اند بي او احط نقطه هنا يعني كده معناها الايه نفس الكلام هنا برضو الفراغ او النقطه معناها الاند هنا يعني معناها ايه؟ معناها لو انا عندي اند بي حسبتهم في الاول قوسين وبعد كده النتيجه عملت لها اند مع السي هي نفسها لو انا عملت ايه؟ الاول نفذت الاند من البي والسي وبعد كده ايه؟ نفذت الاند مع الايه؟ مع الايه؟ هنا استخدم ثلاث متغيرات ايه بي اند سي مش مشكله احنا قلنا اسماء المتغيرات زي ما احنا عاوزين. تعالى نثبت بقى الاسشيتيف لو دوت ونشوف برضه نعمل له الجدولين بتوعه ونشوف هيمشي آه ازاي. تعنيت الايه هذا الجدول فبنفس الطريقه تعال ننشئ التروث تيبل بس تعالى هنا بقى بص هنا هنيجي نبص على كام فاليبل عندي في 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 المعادلات اللي عندي هنا انا عاوز اثبت ان دوت الجزء اللي على يسار اللي يساوي بيساوي الجزء ده كنا سميناه الايه الاسوشييتيف لو لان قانون الجميع ليه لان هنا جمعنا الاكس مع الواي الاول ونفذنا الاور وبعد كده عملنا اور مع الزد هي نفسها لو جمعت الواي مع الزد الاول عملت لهم اور وبعد كده نفذت الاور مع الاكس في الحاله اللي عندي ثلاثة فاريبلز اكس واي وزد طبعا ثلاثة فاريبلز يبقى التروث تيبل هيبقى فيه كام انتري في 2 اس 3 اللي هي بتساوي 8 انتريز او 8 صفوف اللي هو بيبداوا من كام؟ من اول صفر لغايه 7 نحطهم ازاي؟ اسهل طريقه ابدا العمود الاول اللي هو ده اكس نحط فيه نص اصفار اربع اصفار بعدين أربع واحد، بعدين آجي الواي أحط فيه صفرين نصهم بقى، واحدين، صفرين، واحدين، آجي في الزد في الآخر أبدل صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، تلاقي في الآخر عملت إيه أو نفذت كل الإيه؟ الاحتمالات، لو بصيت عليهم هتلاقي دوت اللي هو زيرو. يعني هو زيرو زيرو واحد قيمته كام الثنائية؟ يعني واحد، ده معناه اثنين، وده معناه ثلاثة، وده أربعة، ودي خمسة. 6 7 فدي طريقه اي طريقه من دول تنفع لانشاء الانبوت او المدخلات. كل الاحتمالات طيب وبعدين؟ تعالى بقى ننفذ الايه المعادله اللي على اليسار وعلى اليمين عشان نثبت قانون الاسشيتيف لو. كده الاول اكس اور واي نحسبها الاول. ادي يعني اهو اكس آه تنبئ لو هنا اكس اور واي اهي نحسبها نعمل اور ما بين الاكس والواي ف 0 اور 0 اديني 0 0 اور 0 ب 0 0 اور 1 يديني 1 0 اور 1 يديني برضو 1 1 اور <team partiema> 0 برضو يديني ايه يديني 0 آه 1 وبعدين 1 اور 0 1 1 اور 1 يديني برضو 1 والواحد الاخيره اور 1 يديني 1 ده الايه اللي هو الاكس اور واي بعد كده احسب ال طبعا ال واي اور زد اهي ديت الخمس ده عباره عن برضه واي اور زد 0 و 0 و 0 0 و 1 و 1 و 1 و 0 و 1 وهكذا 1 و 1 و 1 اكمل الباقي احصل على الواي اور زد كده احسب بقى الاكسبريشن ده كله على بعضه كده اعمل اور ما بين الزد وبين القوس اللي هو اكس اور 1 اللي هو فين هنا هنشيل الاول الخطوط دي كده ونعملها مره ثانيه الحته ديت عاوز احسب دلوقتي ايه بقى عاوز احسب الاور ما بين ايه؟ الزد اللي ديت القوس ده كله على بعضه هنا الزد ده إيه؟ القوس اللي احنا هو ايه؟ اكس اور واي اعمل اور دول اعمل زيرو اور 0 يديني كام؟ يديني آه اللي هو ده زيرو بعدين واحد اور زيرو يديني واحد 0 اور واحد يديني واحد واحد اور واحد يديني واحد زيرو اور واحد يديني واحد. واحد واحد اور واحد يديني واحد 0 اور واحد يديني واحد واخر واحد واحد اور واحد يديني واحد قلت ايه اور ما بين العمود ده العمود ده العمود ده, العمود ده يمثل الزد العمود هذا يمثل الاكس اور واي طلعت كام؟ طلعت بالشكل دوت نحسب بقى اللي هو دوت اللي هو الاور ما بين الاكس والقوس اللي هو واي اور زد واي اور زد اللي هو دوت الإكس اللي هو دوت. نعمل برضو بينهم الأور فزيرو 0 اور يديني زيرو. واحد يديني واحد. زيرو اور واحد يديني واحد. أكمل بقى عادي خالص هتلاقي هتلاقي في الآخر إن العمود دوت بنفس الطريقة هو نفسه مساوي ده. هم شايفين؟ هما نفسهم، وبالتالي إذا أقدر أقول إن فعلاً قانون التوزيع فاليد بالنسبه لي ان دول بيساوي دول يعني اكس اور واي or زد or بالطريقه دي هي نفسها اكس اور واي or زد or بالطريقه دي نفس الكلام يطبق على الاند قلنا اكس اند واي قوسين الاول قلنا اند بعد كده مع زد هي نفسها لو الاول عملت واي اند زد بين قوسين وبعد كده نفذت معاهم بعد مع كده الاند مع الاكس نفس الطريقه عندي برضو ثلاثة انبوت اكس والy والz حط احتمالات ازاي نعملهم مره ثانيه عشان لو ركزش مرة اللي فاتت تركز دلوقتي معايا هاخد اول عمود بحط فيه اربع اصفر اربع وحيد بعدين العمود اللي بعده صفرين واحدين صفرين واحدين النص اخر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد, صفر واحد الاخر كده عملنا كل الايه الثمان احتمالات بعدين ابدا احسب الاكسبريشن اللي هو دوت الاول اجيب اللي هو اكس اند واي او اكس اند واي ازاي ان انا اعمل اكس ايكوال واي اعمل لهم اند مع بعض طبعا صفر اند صفر يديني صفر بعد في صفر يبقى ايه النتيجه دايما صفر ام اند صفر اند واحد برضه بصفر الصفر اند واحد برضو بصفر. صفر واحد اند صفر برضه إيه بصفر واحد اند صفر بصفر واحد اند واحد دي واحد لانها اند واحد اند واحد بواحد وبعد كده اخد دوت اعمل له اند مع مين؟ مع طبعا آه زيرو مع الزيرو هيديني زيرو الواحد مع الزيرو اديني زيرو فيها زيرو يبقى بزيرو على طول زيرو اند زيرو. زيرو برضو واحد اند واحد آه اند واحد دي. اند زيرو برضو اديني زيرو آه زيرو اند زيرو يديني برضو, برضو زيرو كذا واحد اند زيرو يديني زيرو 0 اند 1 هي صفر 0 1 1 1 1 1 1 1 ايه هتديني 1 قال ايه الو الطرف اللي هو الايسر دوت الطرف الايمن نفس الطريقه اكس اند واي اند زد لو احسب واي اند زد بالشطريقه اعمل اند بين الواي والزد 0 0 اديني صفر 0 1 0 1 0 0 1 1 اديني 1 1 0 اند 0 ب 0 0 اند 1 ب 0 واحد عند زيرو زيرو. واحد عند واحد بواحد او واحد او اعمله وبعدين اعمل اور اند مع مين؟ مع الاكس بعد كده اخد العمود دوت اعمله اند مع الاكس شوف النتيجه بتطلع لي كام هنعملها كده برضو مع بعض فآدي عندنا هنا اللي هو على بقى إيه؟ الاند بين الاكس وبين الكوست ده واي اند زد دي واي اند زد اهو ادي الاكس اعمل اند بينهم صفر اند صفر يديني كام صفر صفر اند واحد صفر برضه يديني صفر أو فيها صفر اند يبقى صفر على طول كان فيها صفر اهو يبقى اند صفر واحد اند صفر نفس الكلام صفر كان في صفر في الانبوت يبقى الاوتبوت ايه صفر لكن واحد بقى اند صفر وصفر برضو اخر واحد هو واحد اند واحد يديني كام يديني واحد فتلاقي ان دوت هو نفسه ده اكزاكتلي exactly. يعني اذا الطرف الايمن بيساوي الطرف الايه؟ الايسر ودي اسمها قاعده اللي هو الشيتف لو او قانون التجميع. القاعده اللي بعد كده اسمها قاعده اللي هو لو او لو أو, أو, او قانون التوزيع. انا ممكن اوزع الاند على الاور والاور على الاند ازاي؟ تعال بص كده عندي اكسبريشن كده اكس اند واي اور زد. اقدر اعمل ايه؟ اقدر اوزع الاكس. مرة اقول اكس اند واي اكس اند زد احط بينهم ايه اور يساوي اكس اند واي اور اكس اند زد ده هو ده او ان انا اعمل توزيع الأ... الاور الاور على الاند هنا كده اكس اور واي اند زد الاكس مره تبقى اكس اور واي لو واحده واكس اور زد بينهم اند اهو اكس اور واي اند اكس اور زد اسمه قانون التوزيع برضه نفس الكلام ممكن اعمل اثبات ليه باستخدام التروس تيبل تعال نجرب واحده منهم نثبتها مع بعض بنفس الطريقه فماجي هنا اكلم بص فاول احسب الطرف الايسر احسب الطرف الايمن لو يساوي بعض يبقى اذا انا كده ايه اثبت الايه الاثنين نفس الكلام عندي كام فاريبل عندي ثلاثه فاريبلز اكس واي زد نفس الطريقه اول متغير احط فيه اربع اصفار واحد اللي بعده صفرين واحدين صفرين واحدين اخر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد, واحد لاخد الاخر الإنبوت. على بقى نحسب اول واحده اكس اند واي اور زد واي اور زد بين قوسين الاول احسبها اعملها اند مع الاكس فين واي وزد اهي اعمل الاور ما بين الواي والزد طبعا لو فيها واحد تبقى بواحد عند صفر صفر يبقى هي صفر صفر واحد 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 صفر يعني فيها واحد يبقى واحد 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 صفر صفر لانها اور صفر صفر زائد واحد 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 زائد صفر واحد اللي واحد اور واحد واحد اللي هو دوت كده اخد العمود ده اللي انا حسبته بتاع الواي اور زد دوت اعمل اند مع الاكس اعمل هذا العمود اعمله اند مع مين؟ مع الاكس اند ال زي ما قلنا فيها صفر, صفر يبقى صفر, صفر, يديني كم يديني آه صفر. أو يبقى صفر وصفر يديني كام؟ يديني صفر اهو اهو القوس اهو اند مع الاكس بعد كده الواحد اند الصفر يديني صفر طبعا طالما في صفر في الطرف من الاطراف يديني صفر صفر هنا اهو يبقى اذا النتيجه صفر بعدين واحد صفر هنا يبقى صفر برضه يبقى واحد واحد اند بينهم تديني واحد وهنا واحد واحد الاند بينهم واحد 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 الاند بينهم واحد بالتالي ده هو ايه؟ هو الاول نفس الكلام هتعيده على على دي هتحسب اكس اند واي لوحدها اكس اند زد لوحدها لهم اور الاثنين ده وده الأور بينهم هتلاقيه طلع كام اهو هو ده صفر وصفر يديني صفر. آه صفر, صفر, صفر صفر وصفر برضه يديني صفر صفر وصفر يديني صفر صفر وصفر يديني صفر ديني صفر وصفر يديني صفر برضه واحد وصفر واحد ادام فيها واحد واحد او واحد واحد اور واحد واحد هتلاقي فعلا الاوتبوت هو نفسه ده وده يعني الجزء ده معادله يساوي الجزء ده اللي هو قانون ايه؟ التوزيع كده بقى اثبتناه باستخدام الايه؟ التروث تيبل نفس الكلام لو اوزع زي ما قلت الاور على الآت فمره الاكس عاملها واي مره ثانيه اكس اور مين زد وين احط مين علامة الايه لحد قلنا الان دي اما نقطه اما ما فيش فاضيه او دي نفس الطريقه برضو احسب هنا عمود للجزء الايسر من المعادله هنا والجزء الايه الايمن الاخر زي ما تشوف برضو بنفس الطريقه اللي عملناها من شويه هتلاقي ايه هتلاقي العمود دوت هو نفسه العمود دوت اللي هم الجزء الايمن والايسر زي بعض بالظبط بالتالي قانون التوزيع برضو ده اللي هو الاور على الاند قابل برضو للتنفيذ نتكلم بعد كده على القانون اللي بعده اللي هو ان لو او قانون التعويض التعويض وده عباره عن ايه سهل قوي دوت هنا بيقول لك ان لو جالك اكس اه اور اكس يعني نفس الفاريبل اور نفسه يعني عملت اور بين نفس الفاريبل مرتين اكس اور اكس يديني نفس الايه الاكس يعني ممكن اشيل لو عندي معادله اشيل منها هذا الحد واحط مكانه اكس بس طبعا احسبها اثبتها التروث تيبل دي عندي ادي يعني الاكس الاولاني الاكس الثاني اهو عليهم نفس القيمه فمره يبقى صفر وصفر ومره يبقى واحد اور واحد صفر والصفر يديني صفر واحد اور واحد يديني واحد فتلاقي نفس ايه اوبوت هو نفسه ايه صفر أو واحد فبالتالي اذا يبقى اذا انا ممكن بدل اكس اور اكس احط مكانها اكس نفس الكلام لو عملت اند بين الاكس والاكس يديني دي اكس برضه في نفس الكلام اهو ادي اكس واكس صفر صفر عند صفر بصفر واحد اند واحد بواحد دي نفس شكل الاكس وبالتالي اذا بقدر أستع... استعيد عن الاكس اند اكس بالفاريبل اكس كل بعده هو قانون الابزوربشن لو عبارة عن ايه يقول لك لو انا عندي المعادله في الصوره دي اكس اور اكس اند واي يعني المتغير اكس هو نفسه عامل اور نفس المتغير اكس اند واي يعني المتغير الاول اكس نفس المتغير اكس اند واي او ممكن يجي لك يعني لو جالك باي صوره مش لازم يستخدم نفس المتغيرات يعني ممكن مثلا عندك يبقى ايه اور اي اند بي نفس الشكل برضو المتغير الاول اور نفس المتغير الاول ده اند بي فهذا الشكل لو جالك في اي معادله تشيله على طول وتحط المتغير الاول اللي هو اكس مكانه يعني ده بيساوي ده نثبتها بطريقتين الطريقه الاولى نثبتها عن طريق استخدام truth والطريقه الثانيه نثبتها عن طريق استخدام الرولز اللي احنا خدناها من شويه ممكن الرولز السابقه او القواعد السابقه نستخدمها لاثبات اي قاعده اخرى جديده فتعال نشوف كده استخدام التروث تيبل التروث تيبل طبعا في اثنين انبوتس اكس اند واي وبالتالي اربع احتمالات والعمود يبقى صفرين واحدين نصهم اصفار ونصهم واحد. العمود اللي بعده صفر واحد صفر واحد, صفر واحد. بعد كده اشوف بقى احسب الاكسبريشن دوت الاول ابدا بالاند طبعا قلنا الاند لها الاسباقيه اكس اند فطبعا صفر اند صفر بصفر صفر اند واحد بصفر واحد اند صفر بصفر واحد اند واحد بواحد تاخد هذا الحد اللي هو اكس اند واي ده اعمل له اور مع مين؟ مع الاكس العمود ده اعمل اور بينهم صفر واور صفر يديني صفر صفر اور صفر يديني صفر واحد اور صفر يديني واحد واحد اور واحد يديني واحد بص على الأول هو نفسه مين هو نفسه زي مين زي الاكس بالظبط صفر صفر واحد واحد اذا اقدر استنتج ان هذه المعادله بتساوي اكس فدي اول حاجه في الايه اللي هو قانون الامتصاص اللي هو زي ما قلنا كده ان اكس اور اكس اند واي بتساوي اكس على طول نفس الكلام هو نفس المتغير الاول اكس بس المره دي بقى بدل أو اند نفس المتغير اكس بس اور واي والشكل ده جالك على طول اوتوماتيك تشيله تحط مكانه برضو ايه قيمه الاكس بنفس الطريقه عندي متغيرين اكس الاكس واي صفرين وواحدين صفر, صفر واحد صفر واحد احسب الاول القوس اللي هو دوت اكس اور واي اعمل اور بين الاكس والواي صفر اند صفر 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 اند واحد بواحد واحد اند صفر بواحد واحد اند واحد وبعد كده اخد الكلام ده اعمل له اند مع الاكس احصل على الايه؟ المعادله الاخيره اخد دوت اعمل له اند مع الاكس مع اند صفر اند صفر بصفر واحد اند صفر بصفر واحد اند واحد واحد, واحد, واحد اند واحد واحد تلاقي الأول هو نفسه مين؟ للاكس اذا يبقى المعادله دي سليمه. كده اثبتنا الكلام بس باستخدام التروث تيبل. تعالى هو نفس المعادله دي المعادله دي بس باستخدام مين؟ باستخدام البولين الجبرا رولز اللي احنا خدناها من شويه. اجي ابص على المعادله دي اخدها ابدا بالمعادله اللي هي على اليسار واصل الى الايه؟ الى اليمين. ابدا بدي الاول اكس اور اكس اند واي. بص كده الاقي ان هذه المعادله مكونه من جزئين او حدين اكس X, واكس اند واي. الاكس مشترك بينهم. اخد الاكس اسحبه مره الاثنين عامل مشترك يتبقى مين؟ اشيل اكس من هنا يبقى لي واحد. اشيل اكس من الحد ده يبقى لي مين؟ الواي. بينهم طبعا ايه الاور جيت ايه بينهم لذلك والاكس اللي طلع بره يعمل اند مع القوس كله على بعضه احنا يعني خدنا قبل من شويه قاعدة بتقول اي حاجه اور واحد انا انت من شويه ايه? القاعده الاولى ديت اي شيء اي متغير بعمل له اور مع الواحد يديني مين دايما واحد فاجي هنا على طول كله له اذا اقدر اشيل القوس ده احط مكانه واحد إيه اكس اند واحد اي حاجه اند واحد برضو طبعا القاعده اللي فاتت بص اهي معايا بتساوي كام؟ بتساوي اكس اقدر اشيلها واحط مكانها ايه؟ اه اكس وبالتالي يبقى اذا حصلنا اثبتنا اه نفس القانون ده بس باستخدام الايه؟ البولين الجبرا رولز برضو ديت على هنا نعملها هنا القاعده الثانيه ونثبتها بس بدل ما نستخدم التروث تيبل نستخدم الايه؟ الرولز اللي احنا اخدناها. نفس الكلام نبدا بمين؟ بالليفت هاند سايد او بالجزء اليسار من المعادله واصل لمين؟ لليمين. فاول عندي اكس اند اكس اند واي اور واي. اعمل في الحاله ديت؟ العكس مش هاخد بقى عامل مشترك اوزع العكس اوزع ادخل اكس مره مع ده ومره مع ده. اكس اند اكس وبعدين اكس اند واي. بينهم ايه؟ الاور. يعني, يعني العكس توزيع الاكس على القوس طبعا اكس اند اكس خدناها من شويه القاعده اللي خدناها دي نفس الاكس. إكس أند تظل كما هي. طبعا ديت لسه من شوية أثبتناها هي, هي دي. هي بتساوي مين؟ بتساوي إكس. يبقى إذا على طول برضه نفس الكلام دوت. بتساوي مين؟ بيساوي إكس. إحنا قدرنا برضه نثبت القاعدة ديت. خلاص ده قانون الأبزوربشن لو. برضه اللي هي حاجة اسمها كومبلمنتري لو أو قانون اللي هو العكس يعني المكمل. يعني ايه؟ يقول لك لو انا عندي متغير اكس عملت اور على الاكس بار اللي هو المكمل بتاعه او النفي بتاعه فاي شيء اور نفيه او مكمله ديني كام دايما؟ واحد وده منطقية حتى بدون حفظ اي شيء لما اعمل اور يعني او الشيء او مكمله اللي تم مع بعض مالهم يعملوا ايه؟ يكونوا لي كل شيء اللي هو الواحد يعني وبالتالي لما تشوف اكس اور اكس بار المتغير او عكسه يديني واحد لكن في المقابل لو لقينا اكس اند اكس بار كنا بنقول ما هو العامل المشترك او الاند ما بين الاكس والاكس بار طبعا صفر مفيش حاجه اكس اند اكس بار بتساوي زيرو على نثبتها باستخدام التروث تيبل اكس اهو زيرو 1 الاكس بار واحد زيرو عكس بعض اعمل اند اور بينهم زيرو أور واحد 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 زيرو واحد يبقى الاول ده من كام؟ بتساوي واحد ادي اول واحد الثاني يعني هنا ادي اكس واكس بار 0 1 1 0 اعمل الاند بينهم 0 اند 1 0 1 اند 0 0 يبقى يديني النتيجه كام؟ 0 خلاص فاذا الاكس اور الكومبلمنت اوف اكس بتساوي 1 الاكس اند الكومبلمنت اوف اكس بتديني ايه؟ 0 لو جالك كده قال لك مثلا اي اور اي بار بتساوي كام؟ على طول بتساوي كام؟ 1 لو جالك بي اند بي بار بتساوي ايه؟ على طول بتساوي كام؟ صفر هكذا يعني اذا اسم المتغير مش مهم اهم حاجه القاعده القاعده واحده سواء كان المتغير اسمه اكس او واي او زد او ايا كان اسمه في قاعده اسمها انفولوشن رول اللي هي بتقول ايه بتقول لو انا عندي متغير اكس في استرو 2 بار 2 بار يعني ايه يعني في شرطتين هنا شرطه وشرطه يعني ايه يعني نفي مرتين لو خدت متغير قلت له نفي مرتين complement مرتين هيديني ايه؟ هيديني نفس الاكس مش كده؟ نفي النفي اثبات. انفي المتغير مرتين انفي مرة الاولى وبعدين انفي مره ثانيه ارجعه للاصل بتاعه وبالتالي اكس بار بار بتديني ايه؟ بتديني او اكس ساعات سيبوها برايم بار أو برايم. بار او برايم بار او برايم شرطه يعني اللي معمل شرطتين يعني اثنين بار يعني نافيين مره ورا بعض يساوي مين؟ الاسم الاصلي فدي قاعده اسمها انفوليوشن رول اخر قاعده بقى ودي مهمه جدا بيسموها قاعده دي مورجان دي مورجان ده اسم الشخص اللي هو اكتشفها مورجان ثيرم او نظريه الدي مورجن. مورجن دي مورجان مورجان ديت خاصه بالايه بالكومبلمنت تعال نشوف هي تطبق ازاي اول ليها شكلين يعني قاعده دي مورجان شكلين الشكل الاول الاولاني دوت تعال ناخده الاول, الأول. يقولك لك ايه لو عندي متغير اكس متغير واي عملت لهم اور بعد كده رحت نفيهم نفي يحصل ايه؟ قال لك بتساوي على طول ايه؟ دي مورجن بتقول لك اعمل ايه؟ ركز معايا خد النفي دوت طبقوا على الاكس باكس اكس بار طبقوا على الواي يبقى واي بار والاور اللي بينهم خليها انت ادي قاعده دي مورجان يبقى قاعده مورجان بتقول ايه اي متغير جوه القوس اعكسه يعني لو مثبت يبقى منفي لو منفي يبقى مثبت بعد كده اي اور حولها الى انت واي انت حولها الى اور قاعده دي مورغان تعال ناخد اللي دوت اكس اند واي عاوز اعمل له نفي كومبلمنت طريقة تطبيق قاعدة دي مورجان اعمل ايه؟ المتغير في الاكس يبقى اكس بار واي يصبح واي بار أنفي الاند بينهم تصبح ايه؟ اور مثال ثالث لو عندي اكس ار اند واي انفي الكلام ده اعمل ايه انفي اللي جوه الاكس بار انفي هتبقى اكس الواي انفي تبقى واي بار الاند اللي بينهم اخليها اور ده يساوي قاعده دي يبقى انا ده معنى كلمه قاعده دي بورجن ان احنا اي متغير داخل القوس انا هنفي قوس معين هذا القوس بيحتوي على متغيرات اي متغير داخل القوس ينفى ينفى يعني ايه لو كان مثبت يبقى منفي لو منفي يحول الى ايه الى اثبات وبعدين اي اور تحول الى اند واي اند تحول الى الى اور دي قاعده ايه دي بوركة على ناخدها بالتفصيل شويه اول واحد اهو قلنا عليه من شويه ادي الاي اند بي ماشي اي اند بي اللي هم عمل لهم نفي يعني فيهم اهو بيساوي ايه في الاي في البي الان تصبح اور هنثبتها باستخدام التروث تيبل عندي اثنين انبوت ابدا بالجزء ناحيه اليسار واصل للايه لليمين عشان اقدر اثبت اقول ده بيساوي دوت عندي كام انبوت عندي A و B بالتالي صفرين واحدين صفر واحد صفر واحد ادي الانبوت بعدين ابدا احسب بقى الايه المعادله عندي فطبعا انا عاوز احسب ايه إيه عند B بار ده الطرف اللي هو الايسر يعني ايه اند بي دي شرطه بار دي اللي هي ممكن تعمل كده يعني ممكن اقول كده بص ايه اند بي بار بطريقه اقول كده ايه اند بي وحط عليهم شرطه كده ده هو ده بالظبط يعني الاثنين دول بيساوي ايه؟ انا انفي ايه اند بي واضح كده؟ يعني دي او دي فبالتالي ايه اند بي هنا ممكن نخليها نعملها بالشكل اللي احنا الاولاني اهو اند بي كده وشرطه عليه احسبها يعني أع... احسب الاي اند بي فيها فتعال احسبها كده صفر اند صفر وصفر نفي الصفر واحد صفر اند واحد واحد نفي الواحد صفر بصفر اسف ما واحد واحد اند بصفر نفيها بواحد واحد اند واحد واحد ونفيها صفر اللي هي الناند اللي احنا مرة المره اللي فاتت ناند وكان الرمز بتاعها لو تفتكر اللي هو دوت عباره عن شكل الاند ولكن في الاخر في انفرتر ده يحسب لي هيحسب لي الاند بي الاند نفيه طيب انا بقى نثبت ان هي بتساوي مين أنها بتساوي القوس دوت هحسب مين هحسب اي بار وبي بار واحد لحاله الاي بار الاول ازاي انفي الاي صفر صفر واحد واحد تصبح ايه واحد واحد صفر صفر طب والبي بار عباره عن ايه نفي البي واحد صفر واحد تصبح واحد صفر واحد صفر وبعد كده اعمل لهم اور بينهم اعمل اور بين دوت دوت واحد اور واحد بواحد. زيرو اور واحد بواحد زيرو اور واحد واحد والزيرو أور, اور زيرو بزيرو بص على الاوت الاقي هو نفسه الاي اند بي يعني اللي هو دوت يبقى الاثنين بيساوي بعض وتعالى نرسم بقى الاثنين نرسم الرسمتين بص كده الأولاني اللي هو ده، اللي هو ده، اللي هو A and B bar اللي هو ده، اللي هو الناند. ده رمز الناند. خلاص؟ تعال بقى أه... طب بيساوي إيه؟ بيساوي A bar 4B bar. آدي الـ A، فيرتر آدي الـ A bar. E، فيرتر آدي الـ B bar. أدل إيه؟ نعم. أدل إيه بار. إيه؟ أدل بار. أعمل لهم إيه؟ أعمل لهم OR. الـ OR أهي. إيه؟ طلع لي A bar 4B bar. ده أه؟ هو ده. متفقين لبعض. باستخدام قاعدة إيه؟ قاعدة مورجان. هنا إيه باستخدام ناند جيت مباشرة. إيه هنا باستخدام الأور جيت مع اثنين انفرتر زي ما عشان أحقق المعادلة دي اللي هي إي بار أور بي بار. دي قاعدة إي دي مورجان خاصة بالإيه؟ بالإي أند بي يعني بار. نفي الأند يعني. برضه نفس الكلام لو طبقنا الكلام ده على الاور الاور بي نفي الايه القوس ده كله على بعضه يعني احسب ايه اور بي فيها. اللي هو هنا ايه اور بي وانفيها طبعا عندي اثنين فاريبلز انبوتس اللي هو ال ا وال بي يبقى 0 0 1 1 0 1 0 1 وبعدين اعمل ايه؟ اعمل اور بينهم في الاور 0 اور 0 ب1 0 اور 0 ب0 اسف و 0 نفيها يبقى واحد 1 اور 0 ب1 ونفي نفيها تبقى 0 1 اور 0 ب1 ونفيها تبقى 0 1 اور 1 ب1 نفيها تبقى 0 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجزء الاول اللي هو ده ايه؟ اور بي وارسمها بار ازاي ارسمها كده اي اور بي والبابل دي بقى معناها بار لان اللي هي اسمها النور اسمها النور اوبريشن او ناند الاي اور بي منفيه بعدين احسب اللي هي الجزء اللي على اليمين عشان اثبت ان هو بيساوي بعض هي قاعده مثبته لكن احنا نثبتها لنفسينا يعني ايه بتساوي مين قلنا حول الاي يبقى اي بار البي بيساوي بار والاور تبقى اند اللي هي اي بار اند بي بار احسب الاول اي بار بي بار ايه بار عباره عن ايه عباره عن 0 0 1 1 يبقى ايه بار العكس 1 1 0 0 ويبقى عكس البي 0 1 0 1 تصبح 1 0 1 0 اعمل اند منهم 1 اند 1 1 1 اند 0 ب 0 0 اند 1 ب 0 0 اند 0 ب 0 هتلاقي هي نفسها مين هي نفسها اللي بتساوي مين ديت اللي هو مين عباره عن ايه عبارة عن الـ A بار and B بار زي يعني A inverter A بار E مش على أدي الـ B بار أعمل لهم AND يطلع لي A بار AND B بار الرسمة دي مكافأة برضو للرسمة دي يبقى كده برضو تلاحظ هنا إن المعادلة دي مورجان شفناها في صورة equation في صورة truth table في صورة السيركت دايجرام زي ما قلنا الثلاث طرق اللي ممكن امثل بيهم اي معادله عندي ده بالنسبه لايه للقواعد المستخدمه او القواعد المتاحه ليا في البولين الجبر اللي نقدر استخدمهم بعد كده عشان اعمل ايه تبسيط يعني حتى الان احنا لسه ما نفذناش اي تبسيط احنا بس ايه استعرضنا القواعد المختلفة أو الرولز اللي هي متوفرة في البولين الجبرا اللي هي بعد كده بقى نشوف ازاي نستخدمها عشان نعمل تبسيط المعادلات الايه آه اي معادله موجوده دلوقتي بقى نشوف ازاي نستخدم هذه القواعد المختلفه لعمليه التبسيط اللي هي بيسموها اكسبريشن سمبليفكيشن عشان نعمل الكلام دوت تعال نشوف كده ازاي نطبق هذه القواعد ونحاول ان احنا نستخدمها اول حاجه زي ما قلت قبل كده من شويه ان في فرق بين حاجه اسمها الفاريبل وبين الليترال يعني في فرق بين حاجه اسمها الفاريبل والايه والليترال الفاريبل اللي هو المتغير يعني ايه يعني لو عندي معادله مثلا زي ديت قدامي دي تعرف فيها كم متغير بص على روح ناحيه يسار اليساوي يعني اشوف الانبوتس بص الاسماء المتغيرات اللي عندي فانا عندي هنا فيه الـ X والـ y والـ Z في ظهر الاكس والواي والزد صرف النظر عن هل هم منفيين او مثبتين الشرط اللي يعني فوق دي معناه نفي يعني لكن ما يفرقش معايا بالنسبه للفاريبل الفاريبل هو اسماء المتغيرات ففي الحاله دي عندي كام متغير؟ عندي ثلاثه. في حاجه اسمها الليترال. ليترال بقى مش فاريبل لكن ليترال معناها ايه؟ معناها الفاريبل سواء كان كومبلمنتد او ان كومبلمنتد يعني هو عد عدد الفاريبلز سواء كانت كومبلمنتد يعني منفيه او ان كومبلمنتد غير منفيه وعددهم بيبقى اسمه عدد الليترال. وممكن يتكرر عادي تكرار ممكن احسبه برضه وبالتالي لما اجي ابص هنا الاقي عندي ادي لترال ده لترال اكس بار لترال والواي لترال زد لترال واحد اتنين تلاته واحد اتنين يبقى عندي تمانيه لترال يبقى هذا الاكسبريشن يحتوي على داتا فاريبلز هو اكس واي زد محتاجة ويحتوي على تمانيه لترالز اللي هم اي حرف ظهر سواء مثبت او منفي مثبت او منفي وبأي عدد يعني ممكن يتكرر عادي يعني اكس بار ظهرت مرتين هنا احسبها مرتين اسمه الايه؟ الليترالز. بص المعادله الاخيره دي بص عليها فيها كام فاريبلز؟ اكس واي زد يبقى ثلاثه فاريبلز. ولكن فيها كام لترال؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه لان في اكس بار واي اكس واي. فيها اربعه لترال. طيب برضه في زي في زي ما في حاجه اسمها لترال وفاريبل في حاجه اسمها الترم الترم يعني حد. اقدر اعرف المعادله فيها كام حد. مثلا المعادله الاولى دي هي كام حد او تيرم دي حد يعتبر حد من الحدود وده حد الثاني ده الثالث فيها 3 تيرمز المعادله دي هي كام حد ادي حد ادي حد ادي تيرم وادي تيرم يعني فيها 2 تيرمز وهكذا طبعا التبسيط هدفه ايه دايما التبسيط الهدف منه اللي هو ان انا اقلل عدد ال الليترالز وعدد الجيتس اللي في الاكسبريشن طبعا لو حصل الكلام ده يبقى الدائره مبسطه تعال ناخد مثال عليها المثال اللي قدامي ده طبعا ازاي التبسيط هيتم هيتم التبسيط عن طريق استخدام القواعد اللي احنا شرحناها شويه تعال ناخد مثلا مثال على كده لو عندي معادله بالشكل دوت اللي هي الاولانيه دي هذه المعادله عباره عن ايه اكس بار اند طب احنا قلنا الاند اما احط نقطه اما ما احطش معناها في اند منهم خلاص كده تبقى عارف بس القصه دي عشان ايه كنت جديد نقطه نقطه موجوده دي معناها في اند او ما فيش دي معناها برضه في اند هنبص على الاكويشن الاولانيه دي طبعا الاكويشن الاولانيه ديت هعملها تبسيط دلوقتي خلي بالك قبل ما نبسطها هنرسمها نرسمها الاول نرسمها في صوره سيركت ديجرام ممكن احول المعادله سيركت احنا اي معادله هي في الاول في الاصل مقابله لسيركت معينه هذه الاكسبر المعادله فيها كام انبوت فيها ثلاثة انبوت اللي هو مين اكس واي زد بعدين طيب. ده كام حد؟ ثلاثة ادي واحد اثنين ثلاثة الحد الأول عبارة عن إيه؟ الأند ما بين الإكس بار وواي وزد الإكس خلناها على انفرتر ادي الإكس بار ده مين؟ ادي الواي ده مين؟ وادي الإيه؟ الزد وصلنا وصلنا الزد اهو إكس بار واي زد دخلناها على أند جيت طلعنا الحد الأول، ده الحد نمرة واحد اللي هو ده. الحد الثاني اللي هو نمرة اثنين ده عبارة عن اكس بار واي زد بار. فين اكس بار؟ دي اكس. دخلناها على انفرتر أصبحت اكس واي. خدنا منها وصلة توصيلة كده. دي اكس بار. وبعدين خدنا الواي، دي مباشرة أهو، من الواي خدنا توصيلة كده صغيرة. دي الواي. دي خدنا الزد على نفي انفرتر تبقى زد بار. اكس بار اند واي اند زد واي ادي الاند الثانيه ادي نمره اثنين الحد الثاني اهو الحد الثالث دوت اكس اند واي خدنا وصله توصيله من الاكس او الانبوت اكس مع الواي ادي الواي في الواي ادي ال ال اكس زد اسف زد خدنا من زد توصيله زد ادي اكس ادي زد خدناها على اند دي الايه الحد الثالث الثلاث حدود دول قالهم بقى حصل لهم ايه في المحاسبه المعادله؟ حصل لهم اور. الاور دي من شايف هي اور ما بين ثلاث حدود، يبقى لازم الاور اللي انا هستخدمها هنا تكون فيها كام انبوت؟ ما هو ثلاث حدود بنجي لها ثلاثه انبوت، يبقى لازم الاور الاخيره اللي انا هستخدمها تكون تحتوي على تاخد تستقبل ثلاث انبوتس اللي هم الثلاث حدود وتطلع في الاخر الايه؟ الاف. ده شكل المعادله قبل ما يتم لها اي تبسيط، شكل السيركت أو الدائرة المنطقية المقابلة لهذه الإيكويشن قبل أن يتم أو تنفيذ أي تبسيط. على بقى نطبق القواعد نشوف لما يحصل تبسيط هنعمل إيه. أول حاجة في التبسيط دايما بدور على العامل المشترك. أول ما ألاقي عامل مشترك طلعه بره. بص كده الحدود دي. في عامل مشترك بينهم؟ بص ألاقي إن الحد الأول والثاني في بينهم عامل مشترك اللي هو إكس بار أند واي بار. اكس بار اند واي اند واي اكس بار اند واي ده مشترك بين اخده بره كده اطلعه يتبقى مين يتبقى الزد والاي والزد بار افتح قوس احط زد اور زد بار اني خدت الاكس بار واي عامل مشترك طبعا ده شجعني ليه لان بعد كده عارف في قاعده بتقول ان اي متغير اور عكسه يديني واحد فده هيساعدني بعد كده الاكس الاكس زد زي ما هي مفيش اي فيها اي تغيير يبقى الخطوه اللي هنا الاولانيه عملنا ايه خدنا بس الاكس بار واي عامل مشترك ما قلت لك في قاعده قبل كده خدناها ان ان اي متغير عكسه شيل واحط مكانه مين واحد اكس بار اند واي اند واحد فور اكس زد وفي قاعده ثانيه بتقول ان اي حاجه اي شيء اند واحد يعني اي شيء اند واحد يدي نفس الشيء اللي هو يبقى اكس بار واي اند واحد هي نفسها اكس بار اند واي يبقى شيل دي كده الواحد هنا ويبقى اكس بار اند واي والاكس دي زي ما هي موجوده اهي قدرنا نوصل لهذه الايه المعادله ايه اللي حصل بقى المعادله الاصليه هتبقى على كام لترال قلنا 8 لترال ثلاث حدود 3 تيرمز و8 لترال الجريده بعد ما عملنا سمبليفيكيشن فيها بس فقط تيرمز حدين اتنين كمان اصبح عندي فقط 4 لترالز بدل 8 لترالز بعد الرسمة بقى نرسم المعادله اللي احنا او المعادله اللي احنا حصلنا عليها بعد التبسيط هنرسمها كده اللي هي ديت بص عليها رسمها عندي برضه كام انبوت عندي اكس واي زد ادي اكس واي زد بس عندي هنا تو بس آدي تو تيرمز عندي هنا اللي هو ده الاولاني اكس بار اند واي ادي اكس اند اكس بار اهي مع الانفرتر واي اهي ادي الاند الاولانيه الاند دي الاولانيه الثانيه الاكس اند زد ادي الاكس مع الزد هنا يديني الجيت الثانيه نمره اثنين بعد كده الاثنين هحصل لهم ايه؟ هحصل لهم اور دخلهم على الاور اطلع من الاف فده شكل المعادله والسيركت بعد التبسيط ودي قبل التبسيط واضح جدا طبعا ان الاولانيه دي معقده او اكثر تعقيدا من الثانيه والاثنين بيساوي بعض ان احنا طبقنا قواعد مثبته يعني وبالتالي اذا قدرنا نحصل على دائره ابسط من الدائره الاصليه وده الهدف الرئيسي من وجود الايه؟ السمبليفيكيشن، انا اقدر ايه؟ ابسط الدوائر من شكل معقد الى شكل إيه الى شكل ابسط، لكن بشرط ان انا اقدر ايه؟ ان انا الاول لازم اعبر عن اي سيركت باستخدام المعادله في البيولوجي الجبرا، اطبق القواعد اللي قلنا عليها من شويه، احصل على المعادله الجديده يبقى كده قدرت اعمل تبسيط. خلي بالك الهدف من التبسيط دايما ان انا اقلل حاجتين. هي النمبر اوف لترالز يعني عدد الليترال يقل يعني مثلا لو جينا بصينا على الـ الاصليه دي قلنا فيها 8 لترال دي فيها كام؟ 4 اذا احنا بسطنا الليترال وكذلك قللنا عدد الحدود عندي هنا ثلاث حدود 3 تيرمز اصبح عندي 2 تيرمز وكذلك الاند جيت هنا كان عندي فيه اند جيت فيها 3 انبوتس عندي الاند جيت فقط فيها 2 انبوت كل ده مكاسب قدرنا نحصل عليها نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ التبسيط. ناخد إكزامبل هنا على التبسيط برضو مرة تانية. فتعال ناخد معادلة زي دي. عاوزين نعمل لها تبسيط. كيف نبسطها؟ تعال نبص كده مع بعض. أول حاجة بص هل في عامل مشترك بين الحدود وبعضها؟ فأجد فين؟ أجد إن بس خلي بالك لما أجي أخد عامل مشترك اتاكد ان القيمه المتبقيه او من الحد ممكن تساعدني عن طريق مثلا زي هنا اي مثلا ايه هنا اكس بار اكس واي بار دي موجوده هنا موجوده هنا انا خدتها مشترك خدتها مشترك وده مشترك هتبقى مين زد بار زد مع عكس بعض يفيدني ان انا اقدر اضيعهم او اشيلهم بعد كده طبق لقانون اللي إيه اللي احنا خدناه من شويه اللي هو اي شيء او اي متغير عكسه يديني واحد عشان كده فعلا خدنا الاكس واي بار مشترك اتوقع زد اور زد بار اور زد نفس الكلام على ده وده على الاكس واي هنا مشترك توقع لي زد بار وزد ادي اكس واي مشترك عامل مشترك يتبقى لي زد بار اور زد طبعا دوت بيساوي واحد وهذا برضو بيساوي واحد طبعا اي حاجه طبعا احنا قلنا الاند معناها دي معناها اند ده فيش اما احط نقطه اما مفيش الاكس اند واي لما اعملها اند مع الواحد تديني نفسها هي اكس اند واي اكس اند واي بار لما اعملها اند مع الواحد برضه تديني برضه اكس اند واي بار ده زي ما هو ما فيش فيه اي تغيير بعد كده جيت انا ان هنا دوت ودوت برضه الحد هذا وهذا في عامل مشترك بينهم اخد الاكس مشترك رقالي لي واي بار اور واي طبعا دول برضه هيبقوا كام؟ بقى كده بواحد واحد عند اكس يديني مين اكس وده يبقى <تضحكي> يظل <تضحكي> ايه ما هو كده قدرنا نعمل عمليه ايه التبسيط بتاعه الايه الايكويشن ديت طبعا لو بصينا الاصليه فيها كام بود كام تيرم 1 2 3 4 5 فيها كام لترال؟ عد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لتر. الجديده فيها فقط حدين كام لترال؟ 1 2 3 4 4 لتر. انا قدرت ابسط الدايره طبعا ايه باستخدام البوليان الجبرا رولز. طيب بعد كده بنتكلم بقى على برضه كده احنا ممكن نستخدم القواعد خاصه بالبولين الجبرا ان انا اعمل سمبليفيكيشن زي ما خدنا المثال وناخد امثله ثانيه بعد شويه ننتقل بعد كده الى الجزء الخاص بيه حاجه اسمها الكومبلمنتنج فانكشنز عمليه نفي الفانكشنز واحنا اوريدي اتكلمنا عليها اللي هي باستخدام قاعده دي مورجان كلمه كومبلمنت هي نفس معنى كلمه نوت هي إيه نفس معنى كلمه انفرس كلهم نفس المعنى عكس يعني لو املك يحسب الكومبلمنت اوف اف فمعنى كده إيه؟ إن أنا عاوز أحسب مين؟ يعني the complement of function f هي نفسها f bar. بيقول لك إعمل سوي أو نفذ f bar أو f dash. يبقى ال f dash دي معنى ال complement. إزاي أحصل عليها؟ obtained from interchanging تغيير ال0 1 in the value of f in the truth table. دي أول طريقة، يعني الطريقة الأولى في التروث table نفسه غير الواحد بصفر والصفر بواحد. يعني إيه مثلاً؟ لو جينا مثلاً حاجة زي كده. ايه الجدول ده مثلا عندي ده ال f لو طول منك تحسب f بار هتعمل ايه هتقول ساعتها ان هنا يبقى الصفر يبقى 1 صفر 1 1 صفر 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 ماهي ال f يبقى لو طلب منك تحسب من الجدول نفسه ال f bar هنعمل ايه هنعكس الصفر بواحد 1 و 1 و ده لما نطرس تابل لكن من الايكويشن الاكويشن مش هنستخدم بقى القصه دي هنستخدم ايه؟ قاعده مين زي ما قلنا من شويه؟ دي مورجن دي مورجان ثيرم هي القاعده اللي احنا بنستخدمها هي ايه عمليه النفي طب بتعمل ايه قاعده دي مورجن؟ انها ايه؟ بتعمل انترش... بتعمل تغيير اي ايه ان تحولها لأور واي متغير واي اي لترال موجود عندي بقى مش متغير لان ايه؟ ممكن يبقى المتغير مثبت او منفي اي لترال اعمل له كومبلمنت يعني لو مثلا عندي ايه ايه اكس زائد واي بار عاوز انفك دي الاف اهي وعاوز اخلي احسب اف بار يبقى اف بار هتساوي ايه؟ نفس القوس ده اكس اند واي بار وانفي فانا ازاي؟ لكل لترال انفي اكس تصبح اكس بار واي بار تصبح واي عكسها الان الاور تبقى ايه؟ تبقى اند يبقى هو ده الايه؟ النفي بتاعي إيه اللي إيه دي طريقه الايه؟ دي مورجان هاخد مثال تاني فانا عاوز احسب النفي بتاع الاف دي الاف عباره عن ايه؟ اكس بار واي زد بار اور اكس واي بار زد بار برج نعمل اعمل ايه؟ عاوز اخد كل الكلام ده كده في عشان احسب اف بار يبقى اكس بار تبقى اكس اي او واي بار زد بار تبقى زد الاند اللي بينهم تتحول تبقى اور اكيد أنا الاور دي تحول تبقى اند احنا قلنا الاند يا اما تبقى فراغ يا اما يكون نقطه اكس تبقى اكس بار واي بار تبقى واي زد بار تبقى زد وبين قوسين يبقى كده حولناها وحسبنا الزد الاف بار باستخدام دي مرجع. تعال نبص دي عاوز انفي الكلام ده اخد كده كل ده كده اعمل له نفي يبقى يعني الاي بار تبقى ايه الزائد اللي هي الاورد تبقى اند البي دي تبقى بي بار سي تبقى سي بار والاند اللي بينهم تبقى اور بين قوسين عشان اصبحت ايه اختلفت عن اللي بره بره اند وجوه اور. وبعد كده الاند مع الدي بار تصبح تبقى اور الاور دي مع الايد تبقى اند ايه. مع كده اقفلها اند. بعد انت لو هتلخبط من دي انت هتلخبط اعملها بالتفصيل أه بخطوات بدل ما ايه انت شايف يعني ممكن تلخبط منك اعملها بخطوات ازاي؟ تعال بص كده احسب جي بار فهعمل ايه اخد الاي بار بي سي اند بار اي كل ده انا هعمل له ايه هنفيه كومبلمنت اعمل اول حاجه اول حاجه عشان ما لخبطش اخدها خطوه خطوه يعني اعمل ايه اخد الاول الكومبلمنت دي اوزعها على اللي جوه ازاي ادي القوس ده الاول كله على بعضه كده هو اي بار فور بي سي حط على نفي انفي قلنا يعني اي حاجه جوه تنفي تنفى دي تبقى فور والدي بار دي تبقى دي والاور دي تبقى اند والاي تبقى اي بار دخلنا الاي اذا الاند النفي دوت وزعناه عليهم كلهم وبعدين وحولنا الاند اور والاور اند واي حاجه مثبته انفيناها واي حاجه نفيناها منفيه اثبتناها تبقى ان انا ادخل بقى الاند دي النفي دي على القوس الصغير اللي جوه ده النفي ده يتوزع على ده وعلى ده هنا وعلى هنا فالنفي ده ادخله على الاي تبقى ايه البلس تبقى اند b سي كلها على بعضها كده فيها واسيب دول زي ما هما زائد الابر. دي الاي بار بعد كده عندنا ادخل النفي على البي سي تبقى تحول ايه بقى زي دي كده اهو بدل بي تبقى بي إيه بار بدل السي تبقى سي بار الاند اللي بينهم تبقى بي ايه تبقى اور طبعا بعد كده الزائد دي موجوده والاي والاند الاخيره مع الايه مع الاي بار طبعا نظرا ان الاي بار في الاخر زي ما انت شايف اهي بس لوحدها الحلقه كده زائد الاي كل ده داخل معاه اور اي عشان كده ايه حطينا ايه بص كده كل دول اند مع مين؟ على الاي بار فدي بالنسبه لايه؟ لعمليه قاعده دي مورجان ان انا طبعا قاعده اي متغير او اي لترال بيتم نفيه اي اند تبقى اور واي اور تبقى تبقى اند مثال تاني هنا دي بعض الامثله اللي شبه الاسئله اللي ممكن انا اسالك فيها في الجزئية اللي هي السابقة اللي احنا شرحناها من شوية. فمثلا يجي لك سؤال يقول لك uh, "simplify the following expression to the minimum number of literal" معناه إيه؟ معناه إن المطلوب منك إنك ديك زي expression زي ده كده مطلوب منك إنك تعمل simplification to minimum number of literal يعني تقللي عدد الليترال بأقصى شيء. فأبدأ أنا أبص القواعد اللي ممكن تطبقها؟ طبعا مفيش حاجه اسمها مفيش يعني رول معينه تمشي عليها حسب المعادله اللي هتجي هتختار الايه القاعده المناسبه في الحاله دي مثلا طبعا دايما بتلاقي العامل المشترك يساعدني جدا في الحاله دي هتلاقي الاكس عامل مشترك فبالتالي هنعمل ايه هناخد الاكس عامل مشترك تبقى الواي اور بار طبعا الواي اور بار تحول تبقى ايه جام واحد مع مين مع الاكس الاكس اند واحد بكام باكس فانا قدرت ابسط هذه المعادله ان فيها تلا اربعة لترال حدين لا 1 فقط اونلي 1 لترال ادي ايه مساله هنبص اللي بعديها بي برضه نفس الكلام عندي الداله اف ديت عاوزين نبسطها باستخدام الرولز اللي احنا خدناها او القواعد اللي خدناها طبعا ادام عندي قوسين كده في الأولانية خدت عامل مشترك لأن أنا إيه واضح إن في عامل مشترك هنا مفيش هنا العكس فك بقى الأقواس أدخل الإكس أوزعها مرة مع الإكس دي ومرة مع الواي بار والواي مع الإكس والواي مع الإي واي بار أعمل توزيع يعني قوس على القوس الثاني ونشوف هيطلع إيه عشان أقدر أبص على الحل تعال نبص كده فعلا إكس أور إكس الأولانية اكس مش اور يعني بين القوسين اند القوسين اند فيبقى اكس اند اكس ادي واحده انا يعني ايه عبر الاقواس بينهم اند نفس الاكس اند واي بار الواي اند اكس الواي اند واي بار بينهم كلهم ايه طبعا اور يبقى ايه وزعنا قوس على القوس الاخر اللي هي قانون التوزيع بعد كده طبعا اكس اند اكس معروفه انها بتساوي اكس حسب القانون اللي خدناه من شويه اكس اند واي بار زي ما هي واي اكس واي اكس طبعا عكسها خلي اكس واي دايما بخلي ترتيب المتغيرات زي ما هو مديهولك يعني لو هي بدالك واي اكس وكان هنا مديهالك قايل لك انها اكس واي كده الترتيب ده فخلي الترتيب دايما اكس الاول واي الثانيه اخر حد عندي دوت اللي واي اند واي بار بصفر طبعا ده هيبقى صفر ده خلاص صفر اي حاجه اور صفر نفس كده مش اكس اور اكس بار اكس اند واي تلاحظ هنا ان في متغير اكس هنا مشترك التلاته خد عامل مشترك يبقى لي هنا لو شلت الاكس من هنا يبقى لي واحد شلته من هنا يبقى لي واي بار شلته من هنا يبقى لي واي بس واحد اور واي بار واي واي اور واي بار خدناها من شويه قاعده اي شيء قر عكسه يديني واحد بالتالي اذا ايه يبقى هنا بيساوي واحد واحد اور واحد واحد يعني في الاخر عندي اكس اند واحد اللي بيساوي في الاخر ايه اكس برضه نفس الكلام قدرنا ان احنا نحول هذه المعادله من اربعه لترال حدين الى فقط لترال واحد طبعا دي طريقه تانية برضو للحل هنا بص عليها برضه يعني احنا برضو مش لازم تكون الطريقه واحده اهم حاجه انك تجيب اقل عدد من الليترالز ولكن مش لازم نفس الطريقه ممكن واحد يستخدم طريقه اخرى فبرضه اه نفس الفكره ممكن احنا نستخدم اه طريقه اخرى هنا برضه اه عمل نفس الطريقه هنا عمل توزيع العكسيه برضو وصل لنفس النتيجه يعني اذا اي نتيجه اي طريقه ممكن تستخدمها تقدر توصلنا لنفس الايه النتيجه مقبوله مش لازم ايه كلنا يبقى لينا نفس ايه او نتبع نفس الايه نفس الطرق برضو عندنا المعادله اللي هي نمره سي هنا المطلوب منك ان انت برضو تساوي مينيمايز ل او النمبر اوف لترلز تقلل عدد الليترال باستخدام القواعد برضو نفس الكلام ابدا اشوف الحل هيجي ازاي اول حاجه عندي اكس واي ما هي بعد كده الاكس دبليو زد اور دبليو زد بار الدبليو مشترك اطلعه بره اخرجه بره يبقى اكس دبليو افتح قوس يبقى الي زد زد بار زد اور زد بار طبعا دي بواحد واحد انت اكس اند واي دي نفس اكس اكس اند دبليو دي نفس اكس دبليو والاكس اند واي هي نفسها زي ما هي طبعا الاكس مشترك اخذ مشترك يبقى ايه كده عندي ثلاثه لترال في بدل ما يبقى عندي كل دول دي طريقه تبسيط اخرى خد المثال نمره دي برضو بس هنا في دي بقى تلاحظ انا خلي بالك طبعا في المعادله دي دي تلاحظ ان عدد الانبوتس او الفاريبلز كام؟ اربعه فاريبلز هنا دبليو اكس واي زد وهنا اي بي سي دي نفس الطريقه برضو هنا انا عندي هنا الـ المعادلات طبعا هفك الاقواس لانهم منفصلين عن بعض فالاول البي سي بار دي اوزعها مره مع الاي بي بار مره مع السي دي بار طريق الاند ان بينهم اند بي سي بار واي بي بار طبعا زي ما قلت لك دايما خلي الترتيب حسب ما هو مديهولك يعني الاول بي سي دي يعني حاول تحطهم بنفس اللي احنا قلنا ايه قانون التبادل موجود وبالتالي اذا دايما وانت بتعمل الاند والاور تضبطهم بالترتيب فبي سي بار و اي بي بار حط الاول الاي عن البي بار والبي ما يفرقش الاثنين زي بعض وعن السي بار بعدين خد نفس الحد وزعه على اللي بعده بي سي بار وسي دي بار اهو اللي هو هيبقى آه هنا آه بي سي بار اهو سي دي بار اللي هو ده يبقى يعني دوت اللي هو كده خد الاي دي بار وزعه مره مع ده. مره مع ده دي بار دي ادي مع الاي بي بار ادي اي بي بار والاي بار دي الاي بار دي دي مره مع السي دي بار اهو السي دي بار مع الاي بار دي طبعا الاربعه حدود دول مه... كويسين جدا مهمين بالنسبه لي ليه؟ لان هتلاحظ الحد الاول الاند بين اي وبي بار وبي وسي بار طبعا ادام في بي بار اند بي عكس بعضهم حصلهم لهم اند لكل حد هيساوي صفر نفس كلامنا في بار وايه في نفس الحد حصلهم لهم اند احنا قلنا الاند ما بين اي تو فاريبل نفس الفاريبل وعكسه الاند منهم بكام بصفر ده صفر وهنا في عندنا سي و بار فده هيساوي صفر هو كمان هنا عندنا هتلاقي الدي بار والدي فده هيساوي صفر فكل أربعة ضرب تساوي كام؟ تساوي صفر. حاولنا هذه المعادلة المعقدة هي معادلة بتساوي صفر يعني بدون variables بدون لترا فقط قيمة لقيمة قيمة الصفر. فدي هي الخطوات اللي احنا بنتبعها عشان نعمل سمبليفيكيشن لعدد اقل عدد من الليترال. طيب هنا في السؤال ده والاسئله الاربعه اللي إحنا عملناهم دول طلب منك طلب قال لك وكان المطلوب ان احنا The minimum number of يعني أه 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 سوي سمبليفيكيشن زي مينيمم نمبر اوف ليترال يعني قال لك اوصل او اعمل تساوي مينيمايز لاقل عدد من الليترالز ممكن السؤال يجي لك بشكل مختلف يقول لك ايه سمبليفاي او ريديوس ذا فولوينج boolean اكسبريشن بس هيحدد لك عدد الليترال تو ذا اندكيتد نمبر اوف literals. يعني يعني اعمل لي تبسيط لده لي بس هو قال لك لازم تصل لكام لترال؟ لتلاتة لترال، يبقى هنا حدد لك عدد اللترالز اللي هو عاوزك آه تصل إليه. بالتالي هتنفذ نفس التبسيط ولكن في الحالة دي هيبقى أنت في هدف معين إنك تصل لكام؟ لتلاتة لترال. نفس الفكرة هنبدأ ناخد آه المشترك عندنا هنا في زد بار هنا. موجودة هنا وهنا. ناخدها مشترك. تبقى لي هنا إكس بار وإكس. إكس بار طبعًا. هنا في إكس وزد طبعا ده هيبقى بكام؟ ده بصفر وبعد كده عندك هنا زد بار انا خطوه احطها معاك كده بصفر يبقى زد بار عند صفر فور لا اس واحد, واحد. Or X, y, Z. Z عند واحد اور اكس واي زد بتساوي إذن زد بار عند واحد بزد بار و اكس واي زد بقول لك جاب الخطوه ازاي ان اعملها على طول مره واحده بعد كده ابدا اعمل ايه عندي هنا زد بار وعندي زد فبدا اعمل ايه عمل وزع الزد بار مره مع اكس اند واي ومره مع الايه مع الزد وزعها عمل توزيع مره خلى الزد اور اكس واي زد بار اور زد اللي هو قانون التوزيع بالتالي هيساوي زد بار اور اكس واي اند زد بار برضو هي بس مع مين اور زد نوزع الزد بار مره مع الاكس ال ال واي مره مع زد اللي هو اللي وصل ليه اللي هو دوت طبعا الزد مع زد بار بتساوي زد اور زد بار واحد فبالتالي واحد اند القوس ده كله دي نفس القوس اللي هو مين زد بار او اكس واي ممكن اعيد ترتيبهم يبقى اكس واي او زد بار لانه قانون التبادلي موجود يبقى في الاخر دي النتيجه الايه النهائيه فده برضو ايه هل هل دول ثلاثه لترل واحد اثنين ثلاثة فعلا ثلاثة يبقى انا كده ايه وصلت للنتيجه اللي هو اوزة. برضو في سؤال زي ده كده ان يقول لك اول حاجه يديك معادله معينه برضو بيطلب منك شويه طلبات اكس بار زد بار مثلا اكس واي زد اكس زد بار اول حاجه بيقول لك او احسب التروث تيبل بتاع الداله عاوز تحول هذه المعادله الى تروث تيبل وبعد كده يقول لك ارسم اللوجيك دايجرام فور ذا اوريجينال بولين اكسبريشن يعني هذا الاكسبريشن الاصلي دوت ارسم له اللوجيك دايجرام او اللوجيك سيركت هنرسمها يعني الاول المعادله حولها الجدول وستيبل الطريقه الثانيه وبعدين ارسم الدائره الخطوه الثالثه او الطلب الثالث يقول لك سمبليفاي فانكشن تو ذا مينيمم نمبر اوف ليترالز اعمل سمبليفيكيشن للفانكشن لاقل عدد من لترال بعد كده ارسم الدايجرام الجديد بعد ما تعمل او تسوي سمبليفيكيشن تعال بص على آه ناخدهم خطوه خطوه نبدا الاول بالخطوه الاولى احنا عاوزين نحصل على مين؟ على الايكويشن اللي هي اكس زد بار الجدول اسف نحصل على الجدول والخطوه يبقى لازم اخد كل حد من دول اعمله في عمود من العواميد اللي عندي وبعد اعمل لهم اور بينهم احصل على الاف فده اللي حصل بالظبط اهو يعني عمود اكس بار زد بار اكس واي زد اكس زد بار الثلاث حدود أهم وبعد ما جبتهم عملنا لهم اور حصلنا على الاف طبعا عشان احصل على اكس بار زد فانا محتاج اكس بار فعملنا عمود للاكس بار وعشان احصل على برضه اكس بار زد بار محتاج زد بار فعملنا عمود لزد بار عندي كام فاريبل في في الداله ثلاثه فاريبل يبقى عندي كام احتمال عندي 8 اكس واي يعني. زد الانبوت حسب ما هو قايل لي اهو اكس واي زد هو, هو الانبوت بالتالي عندي 8 صفوف الثمان صفوف دول زي ما قلنا الصف الاول النص صفار أربعة أصفار أربعة وحايد صفرين واحدين عن صفرين واحدين عن صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد نحسب إكس بار نعكس الإكس الأربع أصفار أربعة وحيد تبقى أربعة وحايد أربعة أصفار زد بار أحسبها أخذ عمود الزد أعكسه صفر تبقى واحد واحد يبقى صفر وهكذا صفر يبقى واحد عكسه عادي خالص بعد كده احسب اكس بار اند زد بار هو ده اعمل الاند بين ده واحد اند واحد بواحد واحد اند صفر بصفر واحد اند واحد بواحد وهكذا واحد اند صفر بصفر بقى كله في صفر فبالتالي يبقى له ايه؟ يبقى صفر احسب اكس واي زد اكس اند واي اند زد اللي هو الاند ما بين العمود ده العمود ده العمود هذا برضه احسبها بالاند طبعا صفر اند صفر اند صفر الاند بتقول ايه؟ ما دام فيها صفر يبقى النتيجه صفر على طول. دام فيها صفر يبقى صفر. الحاله الوحيده اللي بواحد لما يكون كلهم واحد ليه مين؟ ليه اخر حاجه. أوه. بس فقط اخر واحده هي اللي فيها حد واحد واحد واحد. الاكس واي زد احسب برضه الاكس زد بار نفس الطريقه اعمل الاور ما الاند ما بين الزد بار العمود ده وعمود الاكس احصل على هذا العمود بعد كده اعمل لهم كلهم اور إن المعادلة بتقول كده، في الآخر احسب لهم الأور. أور بين كل الثلاثه دول، بين ده، واحد وزيرو وزيرو، أدام فيها واحد تبقى واحد. هتبقى صفر. واحد وصفر وصفر تبقى واحد. آه صفر وصفر وصفر تبقى صفر، وهكذا أكمل، صفر وصفر وواحد تبقى واحد. أكمل بقية الإيه الحسبة، ألاقي في الآخر ده شكل الجدول أو الإف. في صورة truth تيبل يبقى يعني كده اول ده مطلوب ان احنا اوبتين ذا truth table of the function طب الطلب الثاني ايه لك درو ارسم لي السيركت خد السيركت دي ارسمها عايز آه ارسمها فيها كام حد عندي ثلاث حدود ادي واحد اثنين ثلاثة اتنى. لحد من دول اند جيت انبوت ثلاثة اكس واي زد أول حد الاند الاولانيه اكس بار اند زد بار ادي اكس خدنا انفرتر الاكس بار اند مع الزد بار ادي الزد دي كانت واصله هنا الزد دي داخل على انفرتر الزد بار ادي منها واصله الزد بار الايه الاند الاولانيه الاند الثانيه اكس اند واي اند زد خدنا الاكس الواي وادي الزد خدناها على اند ادي الايه الرمق الثاني اكس اند زد بار خدنا اكس واصله الاكس الزد بار الزد بار طلعنا هنا اكس اند زد بار ادي الايه اند الثالثه بعد كده كل الاند دي الثلاثه دول هعمل لهم ايه زي ما انت شايف اور ادخلهم على اور جيت اطلع من اف وده شكل الايه اللوجيكال سيركت او اللوجيك دايجرام الخاص بهذه المعادله قبل التبسيط الخطوه اللي بعد كده ايه لك بوز بولين الجيبرة to simplify the function to a minimum number of أو واخد هذه المعادلة أعمل لها تبسيط على مبسطها إزاي نبص فين العامل المشترك هنلاقي إن الزد بار عامل مشترك أو الزد بار خلاص يتبقى لي مين إكس بار إكس طبعا مكان بواحد وده موجود بو زي ما هو ما حصلوش حاجة واحد أن زد بار يديني إيه زد بار نفس الطريقة قلتها شويه اهي وزع زد بار مره على الاكس واي مرة على الزد زي ما عملتها من شويه, ال -X -Y. ال شوية. لسه حاليا من شويه يطلع في الاخر الايه الاكس واي او زد بار المساله لسه انا حاليا من شويه يبقى يديني ايه كده ايه ده الايه مينيمم نمبر اوف ايه اوف ليترز يبقى ده ايه التبسيط الخطوه بقى الاخيره او المطلوب الاخير قال لك او ذا لوجيك دايجرام للسمبليفايد سيركت فور ذا سمبليفايد سيركت ارسم لي اللوجيك ديجرام للدائره اللي انت بسطتها اللي هي ديت دي يعني واخد المعادله اللي طلعت بيها طيب ديت ابدا اقسمها عباره عن ايه هي؟ عباره عن سهله قوي عباره عن اكس اند واي فور زد بار اكس واي آه. معلش اكس اند واي الاولانيه اكس اند واي اكس اند واي وزد بار، اعملهم اور مع بعض طلع لي الاف اكس اند واي اور زد بار طبعا لو عملنا اكس اند واي زد بار وعملنا لهم اور الاثنين مع بعض نطلع الاف هتلاقي نفس الاف دي كومتها هي نفسها من الاف دي اللي احنا الاوريجنال الاوريجنال او الاصليه هي نفسها مفيش اختلاف لان احنا بس كل اللي عملناه ان احنا بسطنا الايه؟ المعادله. بالتالي حصلنا على نفس الايه؟ على نفس الايه؟ نفس الفانكشن ولكن بعد التبسيط اصبحت مبسطه اصبح فيها كام جيت هنا؟ بص هنا فيها كام جيت؟ اصبح فيها فقط دول ثلاثة جيتس فيها قبل كده كل دول دوت دوت ودوت 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 عدد الانبوتس هنا كان فيه ثلاثه انبوتس واثنين انبوت وثلاثه انبوتس هنا اصبح عندي فقط اثنين انبوت زي ما انت شايف هنا وهنا في كل ده تبسيط طب جه منين؟ نتيجه تطبيق البوليان الجبرا تولز اللي احنا قلناها عليه شرحناها في الاول تبسيط الايه؟ المعادلات الهدف اللي احنا عاوزينه حصلنا عليه ان احنا قدرنا نبسط الدائره المنطقيه الى دائره ابسط اخر بقى سؤال هنا برضه سؤال زي ده يقول لك ريديوس ذا فالو اكسبريشن تو ذا انديكيتد نمبر اوف لترال هنا عاوز يعمل لها ريدكشن ل 1 لترال فنفس الطريقه برضه ابدا هنا عندنا دبليو بار اكس هنا لو هو اوريدي واخد مشترك فانا مش هعرف اعمل حاجه فاعمل ايه بالعكس دبليو بار خلناها جوه على القوس دوت اصبح هنا الإكس خلناها بره زي ما هي دخلنا دبليو بار مع زد بار مره مع الواي بار زد ليه؟ علشان يبقى الإكس مشترك بين كلهم يعني الإكس هنا كانت الأول ايه معاها دبليو بار فبالتالي هي ما ينفعش آخدها عامل مشترك دخلنا الدبليو بار جوه القوس عشان يبقى الإكس موجوده هنا موجود هنا أقدر آخدها كعامل مشترك وبالتالي يبقى عندي هنا دبليو بار زد يو بار واي بار زد و دبليو و دبليو بار واي زد الاكس يبقى مشترك عامل مشترك ليه بعد كده عندنا بصينا هنا لقينا ان ال هنا بار زد دبليو بار زد بار زد اللي هو ده ده دبليو بار زد مشترك هنا وهنا بين دوت ودوت نأخدهم عامل ايه مشترك بينهم اللي هو دبليو بار زد تعال ناخده فهتلاقي هنا اه هو اهو دبليو بار زد اللي هو ده دبليو بار زد يبقى لي واي بار هنا واي اهو دبليو بار زد يبقى لي واي اور واي بار باين زي ما هما زي ما هي. دبليو بار زد بار ما هي. طبعا الواي واي بار تساوي واحد وطبعا هنا يبقى لي هنا نعمل خطوه هنا كده. هيبقى لي دي اكس بتاع قوس دبليو بار زد بار 4 دبليو 4 دبليو بار زد وقلنا الواي والواي بار بواحد. بص هنا نلاقي ان في فين العامل المشترك هنا بين الاثنين. هتلاقي هنا وهنا في عام مشترك والدبليو بار. آخد هنا ادي إكس هي، آخد دبليو بار مشترك. يبقى لي مين؟ يبقى لي زد أور زد بار. هنا في زد أهو زد بار. زائد دبليو. طبعا دي بكام؟ واحد. يبقى لي في القوس دبليو بار أور دبليو مع الإكس. طبعا دبليو أور دبليو بار طبعا. واحد 1 اند اكس يديني في الاخر كام؟ اكس يبقى كده قدرت توصل لايه؟ ل انها اكس يبقى كده قدرنا نعمل سمبليفيكيشن uh, للمعادله اللي هي الكبيره دي اللي فيها عدد كبير من الليترالز وال والتيرمز الى فقط 1 1 ليترال 1 تيرم وبالتالي قدرنا نعمل التبسيط اللي هو مطلوب منا ودي هي الطرق اللي احنا بنستخدمها بتطبيق مجموعه من قواعد البولين الجبر للحصول على السيمبليفايد اكسبريشن اللي هي بالتبعيه بتخلي ان انا الدايره مبسطه يعني غير معقده يعني أق يعني نفس الفانكشن تنفذ بعدد اقل من المكونات وده طبعا هو الشيء المطلوب دايما ان انا احصل على دائره تنفذ نفس الوظيفه ولكن بمكونات اقل عشان اوفر الباور واوفر البرايس ال 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 السعر بتاع الدائره وهكذا كل ده في الاخر هو مفيد بالنسبه لي وبكده يبقى وصلنا لاخر محاضره رقم ثلاثة على ان شاء الله امل اللقاء باذن الله في المحاضره القادمه شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته